السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل محاضرات السيل بيولوجي اند فانكشن في اجزاء الفسيولوجي. معنا المحاضرة عن الميتابوليك ريت والانرجي انبوت اند انرجي اوتبوت والانرجي بالانس ما بين الانبوت والاوتبوت، وجزء عن الكنترول اوف فود انتيك والاوبيزيتي والانوركسيا نيرفوزا. بداية، هل في ترابط بين الموضوعات دي مع بعض؟ هل في علاقة بين الميتابوليك ريت والانرجي اوتبوت والانرجي اوتبوت والانرجي بالانس وعلاقتهم بفود انتيك وعلاقتهم بالدرس التالي ليهم على طول وهو التمبريتشر؟ هل في ترابط بين الدروس دي وبعض؟ بالتأكيد. ان حرارة الجسم 37 درجة، وعشان نحافظ على البادي تمبريتشر كونستانت لازم يكون في بالانس ما بين الهيت جين والهيت لوس. فمصادر الهيت جين في الانسان، يمكن واحد او اهم مصدر للهيت جين والهيت برودكشن هو الميتابوليزم. والميتابوليزم هو عبارة عن الكيميكال رياكشنز اللي بتحصل انسايد ذا بادي. كل الكيميكال رياكشنز بينتج عنها طاقة، جزء من الطاقة ده بيوجه ناحية الاكتيفيتي بتاعت الاورجان. يعني مثلا سكليتال ماسل عشان تنقبض محتاجة الى طاقة، فعشان تحصل على الطاقة بيحصل فيها كيميكال رياكشنز بينتج عنها انرجي. الانرجي دي جزء بيستغل في الكونتراكشن وجزء بيطلع على هيئة هيت. وكذلك على كل السيلز، كل السيلز فيها كيميكال رياكشنز بتحصل، جزء من الكيميكال رياكشنز دي الطاقة اللي ناتجة منها تستغل في الاكتيفيتي بتاعت الاورجان وجزء اخر بيطلع على هيئة هيت. اذا الميتابوليزم متعلق بالبادي تمبريتشر ريجوليشن لانه جزء اساسي وهو اهم سورس للهيت برودكشن. بعد كده الكيميكال رياكشنز دي هي عبارة عن اكسدة للمواد الغذائية اللي اكلناها. يبقى اذا الميتابوليزم بيخليني احتاج الى فود انتيك، والفود انتيك مهم للميتابوليزم، وبالتالي الفود انتيك مهم للتمبريتشر ريجوليشن وللهيت برودكشن. ده غير كمان ان الفود انتيك يعني تاثيره على الحراره ليه تاثير مباشر ايضا بحاجه اسمها سبيسيفيك دايناميك اكشن، ان مجرد الاكل بيزود انتاج الحراره او بيزود الميتابوليزم اللي بينتج حراره زياده. يعني هنلاقي اي فاكتور بيؤثر على الهيت برودكشن وفي الاول وفي الاخر بيلف ويدور على انه برضه بيزود معدل ميتابوليزم. كذلك اكسرسايز، اكسرسايز احد الوسائل الهامه للهيت برودكشن لانه برضه بيزود الكيميكال رياكشنز، لان احتياجات العضلات اثناء الكونتراكشن للانرجي بتزيد، فبيضطر تزود الكيميكال رياكشن او معدل الميتابوليزم. يبقى الميتابوليزم هو الكيميكال رياكشنز اللي بتحصل وهو اساس الهيت برودكشن داخل الجسم. ومن اهم الفاكتورز اللي بتؤثر على الميتابوليزم الاكسرسايز والايتينج. يعني لدي حرف الاي معانا دايما، اكسرسايز وايتينج او فود انتيك، الايموشنز، وده بعتبرها امور داخليه من داخل الجسم. او ممكن الهيت جين يكون من خارج الجسم ونسميه باسيف هيت جين، حراره اكتسبناها بدون تعب، زي الاكسبوجر برضو حرف الاي، اكسبوجر للسان ريز، اكسبوجر مثلا لدفايه، يبقى هي بتديني حراره. تمام. يبقى اذا الهيت جين مصدر رئيسي من الميتابوليزم. مصادر اخرى بتزود معدل الميتابوليزم بحرف الاي، اكسرسايز وايتينج وايموشنز، او باسيف هيت جين بكتسب حراره بدون تعب مقبل اكسبوجر للسان ريز. يبقى هنبدا نناقش هنا باذن الله الميتابوليزم والدرس اللي وراه الفود انتيك وعلاقتهم بالبادي تمبريتشر. ميتابوليزم هو كل الكيميكال رياكشنز اللي بتحصل داخل الجسم. وعرفنا ان الكيميكال رياكشنز الهدف منها الحصول على الطاقه. يبقى احنا بناكل ليه؟ بناكل عشان يديني مواد غذائية. طب عايز في ايه المواد الغذائية؟ وبحصل من التنفس على اكسجين عشان اكسد المواد الغذائية بالاكسجين، اكسد الكربون اللي في المواد الغذائية الى CO2 والهيدروجين ل H2O، وينتج عن الاكسدة دي انرجي. الانرجي بنستغلها في الاكتيفيتيز، الهارت عشان ينقبض، المخ عشان يشتغل، الريسبيراتوري ماسلز عشان تنقبض ونتنفس، الجي اي تي عشان تفرز العصارات ونمتص الاكل. يبقى اذا الانرجي دي مهمه تو مينتين اللايف.
والكيميكال رياكشنز دي عبارة عن تفاعلات انابوليزم بناء وكاتابوليزم هدم. ممكن الاثنين متداخلين، يعني عشان نبني بروتين ممكن احتاج لكاتابوليزم لكربوهيدرات او لليبيدز، وده طبيعي طالما الجسم هيبني نفسه، هيبدأ يبني ماسلز، هيبدأ يبني بون، هيبدأ يحصل جروس، يبقى انا هبني بروتينز. تفاعلات البناء هي الconversion of small molecules زي الامينو اسيدز نركبهم مع بعض يصبحوا بروتينز، جلوكوز مولكيولز مع بعض يصبحوا جلايكوجين، فاتي اسيدز مع بعض وجليسرول يديني ترايجلسرايدز او ليبيدز. ده بيحتاج مني الى طاقه، ده ويز انرجي كونسومشن، بستهلك طاقه عشان اربط الامينو اسيدز مع بعض، عشان اربط الجلوكوز مولكيولز مع بعض، يبقى ده هيحتاج الى طاقه. فالطاقه دي هنحصل عنها من تكسير الروابط اللي بين مثلا الجلايكوجين مولكيولز، تتكسر الى جلوكوز، وتكسير الروابط ينتج عنها طاقه، استغل الطاقه دي في بناء البروتين. يبقى الجسم اثناء الجروس لو هيبني ماسلز او هيبني بون، ده عباره عن بروتين سينثيسيس. طيب يبقى هبني بروتين، يبقى انا محتاج طاقه عشان اربط الامينو اسيدز دي مع بعض عشان ابني البروتين. طب الطاقه دي هجيبها منين؟ يبقى من تكسير الدهون او من تكسير الجلايكوجين. يبقى ممكن عشان ابني بروتين اضطر الى كاتابوليزم الكربوهيدرات او ليبيدز. طيب وبعد ما تكسر الليبيد والكربوهيدرات عايز اعيد بنائهم مره اخرى، يبقى مثلا افطر ميلز ومتوفره معايا مواد غذائيه، ابدا استهلك طاقه من الجسم لاعاده تربيط الجلوكوز مع بعض والفاتي اسيدز مع بعض لاعاده بناء الكربوهيدرات او الجلايكوجين واعاده بناء الليبيدز. طيب يبقى الانابوليزم هي تفاعلات البناء ودي بتستهلك مني طاقة، اما الكاتابوليزم تكسير المواد الضخمة، تكسير طبعا ما بلجأش لتكسير البروتينز الا لما يكون في امراض، لكن عادة الجسم بيبني البروتينز، تتكسر البروتينز لما يكون ما فيش مصدر للطاقة، لكن طالما عندي مصادر متوفرة يبقى لا، يبقى التكسير هيكون على الكربوهيدرات، ما فيش كربوهيدرات يبقى المصدر البديل هو الليبيدز، وتكسير الروابط دي يبقى انا وانا بعملهم اثناء تربيط الروابط استهلكت طاقه، خزنت طاقه في الروابط دي، تكسيرهم في الكتابوليزم ريليز الانرجي اللي كانت مختزنه في الروابط، يبقى دي ويز انرجي برودكشن او انرجي اوتبوت من تفاعلات الكتابوليزم. كذلك حتى الجلوكوز مولكيول الواحد لما يتاكسد كل كربونه فيه سي او 2 وكل هيدروجين ل H2O برضه هيديني انرجي. يبقى تفاعلات الكاتابوليزم التكسير او الهدم دي بتنتج طاقه. طب والطاقه دي عرفنا هتستغل في ايه؟ هتستغل في كذا شيء، اما تستغل في الاكتيفيتي بتاعه الاورجان او تظهر على هيئه هيت وهي احد اهم مصادر الهيت جين، يا اما تختزن الطاقه دي على هيئه اي تي بي. فنورمالي في الانسان الادلت ان تفاعلات الانابوليزم بتساوي تفاعلات الكاتابوليزم وبالتالي يظل وزن الجسم ثابت. اما لو الانابوليزم اسرع من الكاتابوليزم او اقوى من الكاتابوليزم يحصل زياده في البادي ويت على هيئه جروس في التشيلدرن او على هيئه اوبيزيتي في الادلت. اما لو كان الكاتابوليزم معدل الكاتابوليزم اسرع من معدل الانابوليزم، ده زي ما بيحصل مع الهايبر ثايروديزم، زياده في الايه في نشاط الغده الدرقيه وزياده في او مبالغه كمان في الانرجي برودكشن بدون داعي، فمعدل كتابوليزم عالي فيقل معها البادي ويت. او استرفيشن، واحد ما بياكلش فما عندوش المواد الخام اللي يعمل بيها انابوليزم وبيضطر يعمل تكسير للمواد المختزنة فيه عشان يحصل على الطاقة الضرورية للتنفس والضرورية لشغل الهارت، فيبدأ برضو وزن الجسم يقل. قلنا ان الانرجي اللي طلعة بتستغل اما في اداء ورك معين عند الاورجان زي اكتف ترانسبورت لايونز، زي ماسل هتعمل كونتراكشن، جلاند هتعمل سيكريشن، او حبني بروتين داخل خليه معينه، او حبني هصنع بروتين، ان سواء البروتين ده قد يكون انزيم قد يكون هرمون، او هنعمل كوندكشن في نيرف، يعني كل خليه حسب وظيفتها هتستغل الطاقه في اداء الورك المطلوب منها، او ليبريتد از هيت، وعرفنا ميتابوليزم مصدر هام وهو اهم مصدر في الهيت برودكشن، يا اما تختزن الطاقه على هيئه اي تي بي. وحدة قياس الطاقة داخل الجسم الكالوري.
فايه هو الكالوري؟ الكالوري هو عبارة عن الاماونت اوف هيت necessary to raise the temperature of 1 كيلوغرام اوف ووتر 1 ديجري سنتيجريد، وتحديدا من 15 الى 16 درجة مئوية. يبقى الكالوري هي كمية من الحرارة او كمية من الطاقة اللي بحتاجها. يبقى ده الواحد كالوري هي الطاقة او الحرارة اللازمة لرفع 1 كيلو جرام او 1 لتر من المية درجة واحدة مئوية، تحديدا من 15 الى 16 درجة مئوية. لان الطاقة اللي انا محتاجها عشان ارفع المية من 0 لواحد غير الطاقة اللي عايزها عشان ارفع من 99 لمية. فلما حسبوها ان الكالوري تحديدا عشان ارفع حرارة لتر من المية من 15 الى 16. طيب ناخد بالنا من حتة مهمة، ان في كالوري بالسي الكابيتال وكالوري بالسي السمول. الكالوري بالسي الكابيتال هو الكيلو كالوري، هو 1000 كالوري من السي السمول. فالكالوري المقصود معنا في الفسيولوجي هنا هو الكالوري اللي السي بتاعته كابيتال، او هو الكيلو كالوري اللي هو هيرفع درجة حرارة 1 كيلو جرام من المية درجة واحدة مئوية. اما الكالوري اللي بالسي السي السمول فهو اللي بيرفع درجة حرارة جرام واحد من المية درجة واحدة مئوية. وعشان ما نتلخبطش فيها، احنا كل الفسيولوجي بتاعنا على الكيلو كالوري، على السي الكابيتال. حتى لو اتكتبت كلمة كالوري فالمقصود بيها في الفسيولوجي هو الكيلو كالوري. اللي بيحتاج الكالوري السمول، الناس بتوع الكيمياء، هو اللي ممكن بيستخدم كميات من الانرجي او من الطاقة بسيطة جدا في التجارب بتاعته. لكن داخل الجسم كل شيء معانا بالكالوري الكابيتال. في اختلاف في التعبير، حاجة اسمها فيزيكال وفيسيولوجيكال هيت. فيزيكال هيت هي كمية الحرارة او كمية الطاقة، بس التعبير الانسب خارج الجسم من اقول حرارة، والتعبير الانسب داخل الجسم من اقول طاقة. يبقى انا بقارن بين فيزيكال وفيسيولوجيكال هيت، يعني هنا دي فيزيكال هيت، اقول دي عبارة عن هيت، اما هنا عبرت عنها بانرجي الفيسيولوجيكال هيت، لان الفيزيكال هيت بتكون اوتسايد ذا بودي خارج الجسم، والتعبير الانسب هو هيت. اما انسايد ذا بودي التعبير الانسب هو انرجي. لكن لو غيرنا التعبيرين مفيش مشكله برضه، يعني لو قلت ان الفيزيكال هيت هي الاماونت اوف انرجي مش مشكله، داخل الجسم قلت هيت مش مشكله برضه، لكن التعبير الانسب داخل الجسم هو انرجي وخارج الجسم هو هيت. يبقى اذا تعريف فيزيكال هيت هو كميه الحراره بالكالوريز الناتجه من او برودوسد باي كومبليت اوكسيديشن لمادة معينة خارج الجسم. نفس المادة دي لو عملنا لها نفس الكلام complete oxidation داخل الجسم هسمي الحرارة اللي طالعة او الطاقة اللي طالعة physiological heat. يعني ايه complete oxidation؟ يعني كل الكربون اللي في المادة دي يؤكسد الى CO2، وكل الهيدروجين يؤكسد الى H2O، ولا يتبقى من المادة شيء. طيب ازاي تحصل خارج الجسم؟ ازاي اعمل الفيزيكال هيت وازاي اقيس فيزيكال هيت؟ فعملوا جهاز او يعني اوضه كده اسمها البومب كالوروميتر. دي بيحط فيها وزن معين من الماده، انا عارفه عن الوزن الماده، عارف دول كام جرام، ويروح يدي الكتريك سبارك شراره كهربائيه في وجود اكسجين داخل الاوضه دي، فتتاكسد كل الماده. ومعايا ترمومتر بكون قايس بيها حراره الغرفه دي قبل ما اعمل الالكتريك سبارك وبعد ما حصل الالكتريك سبارك، واشوف التغير في الحراره اصبح كام، ودي عباره عن كميه الحراره الناتجه من كومبليت اوكسيديشن للماده اوتسايد ذا بودي. اما داخل الجسم فبرضه هنشوف ازاي طريقه او ممكن اخدها في العملي، ازاي بحسب كميه الطاقه اللي بتنتج من الميتابوليزم. طب يا ترى يعني هل في اختلاف بين كومبليت اوكسيديشن لماده خارج الجسم وداخل الجسم؟ وفي الحالتين كومبليت اوكسيديشن. هل في اختلاف؟ نشوف كده الارقام اللي معانا. لو كربوهيدرات، لو اخدت جرام واحد من الكربوهيدرات عملت له كومبليت اوكسيديشن اوتسايد ذا بودي اللي هو الفيزيكال هيت، هيديني 4.1 كالوري لكل جرام. كل جرام كربوهيدرات خارج الجسم يديني حرارة 4.1 كالوريز، ولو داخل الجسم نفس القيمة 4.1 كالوري.
الفات لو 1 جرام من الفات يبقى نفس الوزن، بس فات 1 جرام من الفات هيديني 9.3 كالوري لو خارج الجسم، لو داخل الجسم نفس الكلام 9.3. أما البروتينز فالفيزيكال هيت فاليو الحرارة الناتجة من أكسدة البروتين بالكامل خارج الجسم اداني 5.3 كالوريز، داخل الجسم اداني 4.1. فكده الملاحظ من الجدول ده في ملاحظتين. الملاحظة الأولى إن الكربوهيدرات والفات الهيت فاليو سواء أوتسايد أو إنسايد ذا بودي هي نفس القيمة، وده منطقي لأن في الحالتين أنا عامل كومبليت أوكسيديشن. لكن المحتاج استفسار هو البروتينز. ليه البروتينز لما حصل له كومبليت أوكسيديشن أوتسايد ذا بودي إدى طاقة أو حرارة مختلفة عن الحرارة الناتجة من أكسدته داخل الجسم؟ ده أول استفسار. تاني استفسار معانا وهو إن الكالوريز الناتجة عن أكسدة جرام من الكربوهيدرات هي نفس الكالوريز اللي بتنتج عن أكسدة 1 جرام بروتينز. فليه في الأنظمة الغذائية في الدايت ريجيمن ليه بيحطوا بروتينز عادي إن الواحد ياكل بروتينز لو بيعمل دايت، لكن لازم نقلل كمية كربوهيدرات رغم إن الاتنين بيدوني نفس الكالوريز، 1 جرام كربوهيدرات زي 1 جرام بروتينز. فده الاستفسارين اللي عايزين نرد عليهم. يمكن حتى بره الموضوع بتاعنا برضو ان احنا الاكل بتاعنا عموما مليان كربوهيدرات، وده بسبب ان الكربوهيدرات سعرها ارخص، لكن البروتينز وخاصة البروتين الحيواني وخاصة المصادر اللي فيها الاسينشيال امينو اسيدز مصادر غالية فما بناخدش منها كفايتنا. فيمكن احد الاسباب اللي بتخلي في الانظمة الغذائية انك زود بروتين وقلل الكربوهيدرات ان نظامنا احنا الغذائي الطبيعي بتاعنا مختل، احنا عندنا نقص بروتينز وزيادة في الكربوهيدرات. لكن لو افترضنا ان واحد اوبيز لكن ماشي على يعني بياخد البروتينز بالكمية اللي تكفيه والكربوهيدرات بالكمية اللي تكفيه، فليه لو عايز يخس بقول له لا قلل في الاكل بتاعك شوية وبنقلل اكتر من الكربوهيدرات، لكن بروتينز ممكن نحافظ على كمية البروتينز. احنا بنحسب له طبعا كالوريز المطلوبة وبنقلل له الكالوريز عن المستوى المطلوب شوية بحيث يبدأ يخس. فالنقص عادة بيكون على الكربوهيدرات، ومشهور عند الناس معروف ان العيش او الرز او مكرونة انها بتتخن. طب ليه بتتخن مع ان البروتينز بيدي نفس الكالوريز لو بنفس الوزن؟ فده التساؤل، فده هنجاوب عليه بعدين. اللي هنجاوب عليه حاليا ليه البروتينز كفيزيكال هيت فاليو اداني حرارة اعلى من الفيسيولوجيكال هيت فاليو رغم ان مفترض ان حصل في الحالتين كومبليت اوكسيديشن. في الواقع انه داخل الجسم ما حصلوش كومبليت اوكسيديشن لان البروتين بيتكون من مجموعة امينو اسيدز، والامينو اسيد من اسمه امينو اسيد يبقى فيه امينو جروب ان اتش 2. فالبروتين لو حصل له كومبليت اوكسيديشن اوتسايد ذا بودي كل الكربون اللي فيه اصبح CO2، كل الهيدروجين H2O، والنيتروجين الموجود في الامينو جروب هيتاكسد الى اكاسيد نيتروجين. ده يحصل اوتسايد ذا بودي. اما انسايد ذا بودي فما فيش انزيمات لاكسده النيتروجين، لا تتاكسد الامينو جروب داخل الجسم لان اكسدتها داخل الجسم هينتج عنها اكاسيد نيتروجين NO NO2، ودي اكاسيد شرهه للذوب في الذوبان في الميه، فتدوب في الدم وتدوب في البادي فلويدز وتدي حمض نيتريك. حمض النيتريك حمض قوي فيعمل فيتال دروب ان بي اتش، نقص في البي اتش لا يتحمله الانزيمز اللي في الجسم وتتوقف عن العمل وننزل تحت المستوى اللي كومباتيبل وذ لايف ويموت الانسان بسببه. بالتالي لا تتاكسد الامينو جروب داخل الجسم، وانما يتم التخلص منها بتحويلها الى نيتروجينس كومباوندز زي اليوريا. يبقى مستوى اليوريا في الدم مرتبط باكل البروتينز. معروف ان من اسباب ارتفاع اليوريا في الدم هو البروتينز الهاي بروتين انتيك، لان الامينو جروب تتحول ليوريا بهدف التخلص منها بعد كده في اليورين.
طيب يبقى اذا الفسيولوجيكال هيت فاليو للبروتينز اقل من الفيزيكال هيت فاليو، لانه ما بيحصلش كومبليت اوكسيديشن للبروتين داخل الجسم فلا تتاكسد الامينو جروب، اما خارج الجسم بيتاكسد كل البروتين مولكيول انكلودنج الامينو جروب او انكلودنج النيتروجين اللي في الامينو جروب. بعد كده معانا موضوع ريسبيراتوري كوشنت او ار كيو. الار كيو في تعريفه هو عباره عن الريشيو ما بين السي او 2 بروديوسد الى الاكسجين كونسيومد اثناء نفس التايم من الميتابوليزم. يعني مثلا هختار ساعه، الساعه دي احسب فيها كميه السي او 2 اللي خرجت من شخص وكميه الاكسجين اللي تم استهلاكها في نفس الساعه. يعني ما ينفعش احسب سي او 2 خلال ساعه واحسب وراها الاكسجين في ساعه تانية، لا نفس التايم مش نفس المقدار الزمن انه ساعة وساعة، لا في نفس الساعة نحسب الـ CO2 produced والأكسجين consumed ونقسم الـ CO2 على الأكسجين، الـ CO2 في البسط والأكسجين في المقام. طيب هستفيد ايه بحساب الـ RQ؟ ايه أهمية حساب الـ RQ؟ أول أهمية ان الـ RQ بيديني فكرة عن طبيعة المادة اللي كانت بتستخدم في الميتابوليزم أثناء الساعة اللي أنا حسبت فيها الـ RQ. يبقى بتعرف بيها على Nature of Substance Oxidized أثناء الميتابوليزم ده، سواء في كل الجسم على بعضه أو ممكن أختار أورجان معين وأختار Conditions مختلفة. يعني ممكن أشوف الميتابوليزم After Meals، يا ترى الجسم بيستخدم أنه مادة؟ طب يا ترى أثناء الفاستنج الجسم بيلجأ لمين؟ طب يا ترى في أثناء مثلا النوم؟ طب يا ترى أثناء الإكسرسايز؟ طب يا ترى الإكسرسايز الفلاني إيه المادة اللي بتستخدم فيه؟ وهكذا. يبقى in different tissues وin different conditions. إزاي بتعرف على نوع المادة؟ فقال لي احسب CO2 على الأكسجين consumed، لو طلع معانا الريشيو بواحد يبقى إذن المادة المستخدمة كربوهيدريت، لو طلع الريشيو 7:10 يبقى المادة المستخدمة فات، لو طلع 8:10 يبقى المادة المستخدمة بروتينز. طيب ليه طلعت 1 مع الكربوهيدرات وطلعت 7:10 مع الفات و8:10 مع البروتين؟ فقال عشان الكربوهيدرات. لو خدنا مثال ليه زي الجلوكوز تركيبه C6H12O6، فبيتأكسد الكربون اللي فيه CO2 ويتأكسد الهيدروجين اللي فيه الى H2O يديني انرجي. فانا معايا عشان يتأكسد كل الكربون اللي فيه هما 6 كربونات هيتحولوا الى CO2، يعني كل كربونة عايزة O2، يبقى الست كربونات عايزين 6 O2. تمام، يبقى انا هحتاج من الاتموسفير الى 6 O2 دول كافيين لأكسدة الكربون، فاداني ايه 6 CO2. اما عشان اكسد ال 12 هيدروجين فكل 2 هيدروجين عايزين واحدة فقط O، فالنسبة 2:1 كل 2 هيدروجين عايزين 1 O، يبقى كل 12 هيدروجين عايزين 6 O ودول موجودين داخل الكربوهيدرات مولوكيول. اذا لان الكربوهيدرات مركب ريتش ان اكسجين يحتوي على 6 اكسجين ودول يكفوا لأكسدة الهيدروجين، فانا محتاج من الاتموسفير الى اكسترا اماونت لأكسدة الكربون فقط، والكربون معايا 6 كربون فمحتاج الى 6 O2 وحينتج 6 CO2. يبقى CO2 produced هما 6 والاكسجين المستهلك 6، يبقى 6:6 بواحد وهكذا مع اي كربوهيدريت هيطلع الاركيو بواحد. يبقى ليه بيطلع الاركيو بواحد مع الكربوهيدريت؟ لان الكربوهيدريت مواد ريتش ان اكسجين والاكسجين اللي فيهم يكفي لأكسدة كل الهيدروجين، بنسبة الهيدروجين إلى نسبة الأكسجين في الكربوهيدرات هي نسبة 2:1 بنفس النسبة الموجودة في المية، بمعنى إن الأكسجين الموجود في الكربوهيدرات يكفي لأكسدة كل الهيدروجين، واللي أنا بحتاجه في أثناء الميتابوليزم من أكسجين بيكون بحتاجه لأكسدة الكربون، وبالتالي كمية CO2 البروديوست بتساوي كمية الأكسجين الكونسيومد أثناء الميتابوليزم لو بستخدم كربوهيدرات. طيب اما لو بستخدم فات، فلو خدنا فاتي اسيد زي ده، اي فاتي اسيد مهما طالت الريتشين بتاعته فكل الريتشين عبارة عن كربون وهيدروجين الا في الاخر خالص مجموعة كربوكسيل COOH، كذلك الامينو اسيدز ما فيهاش اكسجين الا في COOH، ما فيهوش الا 2 اكسجين فقط،
يبقى الفات والبروتينز مركبات بور ان اكسجين، ما فيهاش الاكسجين اللي يكفي أكسدة الهيدروجين ولا بالتأكيد أكسدة الكربون، فبحتاج إلى إكسترا أماونت من الأكسجين من الأتموسفير لأكسدة الكربون. طبعا عايز 18 كربون، فيبقى عايز 18 أوتول أكسدة الكربون، ومحتاج كمية إضافية من الأكسجين لاستكمال أكسدة الهيدروجين. يبقى إذن بستهلك 26 أكسجين عشان ينتج في الآخر 18 CO2، أقسم CO2 produced 18 على الأكسجين كونسيومد 26 هيطلع لي 7 من 10، وهكذا مع أي فات مستخدم هتطلع الريشيو 7 من 10. البروتينز هنطبق نفس الكلام هيطلع لي 8 من 10. إذا بتعرف على النيتشر أوف السابستنس أوكسيدايزد بالآر كيو، طلع لي بواحد ده كربوهيدريت لأنه مركب ريتش إن أكسجين، طلع لي 7 من 10 إذا ده فات، طلع 8 من 10 إذا بروتينز. طب إحنا ما فيش حد بياكل بيور كربوهيدريت أو بيور فات أو بيور بروتين، فمع الميكس الدايت بيقبل نسبة حوالي 85%. واحنا في الغالب لما بنحسب الميتابوليك ريت بيكون مطلوب مني احسب ار كيو، فمش بضطر احسب ار كيو لاني بعتبر ان الاكل اللي اكله ميكسد فود او انه افريج دايت، وبحسب له ار كيو على انه 85%. ده في الغالب، اما لو احتجت ان انا احسب بالظبط يبقى لازم احسب السي او 2 بروديوسد والاكسجين كونسيومد. برضو استفدنا ايه؟ استفدت ايه لما عرفت انه بيستخدم كربوهيدرات او فات او بروتين؟ فاللي منها عرفنا ان الاونلي فويل او تعبير الاصح انه البرينسيبال فويل مش الاونلي فويل، المصدر الرئيسي للطاقه للبرين هو الجلوكوز، لان الار كيو للبرين بواحد. طب ازاي بحسب ار كيو للبرين لوحده؟ يعني لو على شخص ككل بحسب السي او 2 اللي طالع من التنفس والاكسجين اللي داخل من الريسبيريشن. طب على اورجان لوحده يبقى ناخد الارتيريال سبلاي والفينوس درينج، اشوف في الارتري كان داخل بكميه اكسجين كام، واشوف الفين اللي طالع من الاورجان محمل باكسجين مقداره كام، اطرح اللي في الارتري ناقص اللي في الفين هي الكميه اللي اخذها التشو. وكذلك السي او 2 احسب في الارتري دخل بسي او 2 كام وخرج بسي او 2 كام، واطرح اللي في الفين ناقص الارتري هيديني الكميه اللي طلعها الاورجان. حسبناها للبرين in different conditions يطلع دايما بواحد صحيح او ب 97 الى 99%، يعني مقارب جدا انه ما بيستعملش الا كربوهيدرات. يبقى عرفنا المعلومة دي من حساب الار كيو للبرين. ازاي عرفنا ان مريض السكر غير قادر على استخدام الجلوكوز وانه معتمد في الميتابوليزم على الفات؟ نحسب له الار كيو نلاقيه يطلع دايما 7 من 10، فكده عرفنا ان مريض السكر معتمد على الفات ميتابوليزم. ازاي عرفنا ان الانسان الطبيعي انه افتر ميلز بيلجأ للكربوهيدرات ميتابوليزم وانه اثناء الصيام بيلجأ الى الفات ميتابوليزم؟ حسبنا له ار كيو افتر ميلز يطلع بواحد، يبقى رغم ان الاكل بتاعنا كان ميكسد فود لكن بلاقي ان افتر ميلز على طول لا، اللي بيستخدم هو الكربوهيدرات. وان لما يمتد الصيام شويه وتم استهلاك الكربوهيدرات من الجسم يبدأ يلجأ الى الفات ميتابوليزم. طبعا الجسم مش بيستنى يعني يخلص الكربوهيدرات كله وبعدين يبدا فات، لا، في تداخل شويه، وبالتالي بيطلع لي لما ميكسد فود بيطلع 85 من 100، لكن على طول بعد الميل مباشره بيكون في حوالي الواحد، لا امتد ساعات الصيام لغايه ما خلص تماما الكربوهيدرات اجي نزل الى 7 من 10. فدي اول اهميه في حساب الار كيو. تاني اهميه ان انا بحسب بيه ميتابوليك ريت، وده معانا في العملي، ان عشان احسب معدل ميتابوليزم بحسبها من معادلة اللي هي معانا اهو، ميتابوليك ريت هو الاكسجين هيت فاليو مضروبة في الاكسجين كونسيومد. انا في حساب الار كيو كنت عايز احسب سي او 2 بروديوسد واكسجين كونسيومد، اذا كده كده انا مضطر احسب اكسجين كونسيومد، وده بناخده في العملي ازاي بحسب الاكسجين كونسيومد. في اوبن ميثود اللي هي بالدوجلاس باج، وفي الكلوزد ميثود. فمتبقي لينا ازاي احسب الاكسجين هيت فاليو. فاولا ايه تعريف الاكسجين هيت فاليو؟ اكسجين هيت فاليو هي الاماونت اوف هيت بالكالوريز اللي ناتجه من اكسده لماده معينه باستخدام لتر من الاكسجين. باخد بالي ان التعريف اللي فات بتاع فيزيكال هيت فاليو كان بيحصل كومبليت اوكسيديشن للماده، وزن معين من الماده اعمله كومبليت اوكسيديشن لغايه ما الماده تخلص. هنا لا، مش لغايه ما الماده تخلص،
هنا انا بحط كمية اكسجين معينة لغاية ما الاكسجين يخلص، يبقى هي كمية الطاقة او الحرارة الناتجة من اكسدة مادة معينة في وجود لتر واحد من الاكسجين لغاية ما يستهلك لتر الاكسجين، ده هو الاكسجين هيت فاليو. طيب ميتابوليك ريت هو عبارة عن الاكسجين هيت فاليو في الاكسجين كونسيومد. ليه؟ انا عرفت ان الطاقة اللي بتطلع بأكسدة لتر واحد من الأكسجين وليكن بيديني 5 كالوريز مثلا لمادة معينة، والشخص ده خلال ساعة استهلك 10 لتر أكسجين، استهلك 10 لتر، وكل لتر بيأكسد للمادة دي بيطلع منه 5 كالوريز، إذا على مدار الساعة طلع أو استهلك 50 كالوريز أو ميتابوليك ريت بتاعه 50 كالوري. يبقى أنا بحسب ال ميتابوليك ريت بحساب ايه؟ اكسجين هيت فاليو مضروبه في الاكسجين كونسيومد. اكسجين كونسيومد عرفناها بحسبها بالكلوزد ميثود او الاوبن ميثود، واروح ضارب في اكسجين هيت فاليو. طب ازاي بتعرف على اكسجين هيت فاليو؟ احنا عرفنا تعرفها، بحسب الاكسجين هيت فاليو من خلال ميتابوليك تيبلز بمعرفه الار كيو. يبقى عشان اوصل لاكسجين هيت فاليو لازم احسب اولا ار كيو، وعشان احسب ار كيو يبقى عايز سي او 2 عايز اكسجين كونسيومد. يبقى خطواتنا كالتالي: اولا بحسب CO2 produced، ثم احسب بعديها الاكسجين consumed، واقسم CO2 على الاكسجين هيديني الار كيو. اصبح معايا ار كيو، اروح ابص على الميتابوليك تيبل. في الميتابوليك تيبل اشوف الاكسجين هيت فاليو، وانا حاسب اصلا من شويه الاكسجين consumed في حساب الار كيو، اروح ضارب دي في دي هيديني ميتابوليك ريت. ناخد مثال، ده ميتابوليك تيبل. انا هقول واحد حسبنا له ال CO2 produced على الأكسجين consumed طلع بواحد صحيح، يبقى الـ RQ بواحد. فادي ميتابوليك تيبل قال لي RQ اهو، RQ طلع معاك بكام؟ بواحد. يبقى المادة المستخدمة تحتوي على كام في المية فات، كام في المية كربوهيدرات؟ فقال لي يبقى المادة اللي استخدمها عبارة عن 0 فات 100% كربوهيدرات، طالما طلع لي RQ بواحد يبقى ده إذن بيور كربوهيدرات. كويس، طيب المادة المستخدمة حاليا في ميتابوليزم هي عبارة عن 100% كربوهيدرات، يا ترى الأكسجين هيت فاليو بكام؟ ده رقم ما بحفظهوش، ده رقم موجود في ميتابوليك تيبل. فقال لي ده الأكسجين هيت فاليو بخمسة. يعني ايه بخمسة؟ يعني لما استخدم لتر من الأكسجين لأكسدة مادة عبارة عن 100% كربوهيدرات، لتر الأكسجين يديني 5 كالوريز. تمام، لتر الأكسجين اداني 5 كالوريز. طب يا ترى هو استخدم كام لتر أكسجين خلال الساعة؟ ده انا لسه حاسبها في الار كيو، كان عندي سي او 2 برودوسد واكسجين كونسيومد، كان عندي اكسجين كونسيومد. تمام، يبقى استهلك 10 لتر، واللتر الواحد بيديني 5 كالوريز، اذا على مدار الساعه طلع لي 50 كالوريز. مثال اخر، واحد حسبنا له السي او 2 برودوسد والاكسجين كونسيومد طلع لي 85% اللي هو الميكس دايت، او ما حسبتوش. ساعات بعض الناس اقول لا انا مش هحسب ار كيو، انا هعتبره انه ميكسد فود وانه اكل اكل متوازن كربوهيدرات مع فات مع 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 بروتينز بشكل متوازن. ف 85% يبقى الماده المستخدمه 50% فات 50% كربوهيدرات. بعض الميتابوليك تيبلز بتعتمد على ان في فات وكربوهيدرات فقط، على اعتبار ان الجسم لا يلجا لاستهلاك البروتين الا بعد استنفاذ الفات والكربوهيدرات، وده للتبسيط، لكن الواقع ان في بروتين بيستهلك طبعا. ففي ميتابوليك تيبلز يعني اعلى من ده شويه بتضيف معاهم كمان البروتينز. احنا واخدين الشكل السيمبل انه فات وكربوهيدرات، يبقى لو 85% يبقى الماده المستخدمه في ميتابوليزم 50% فات 50% كربوهيدرات. طب يا ترى كام اكسجين هيت فاليو؟ ادهاني ميتابوليك تيبل، فقال لي لما توفر لتر من الاكسجين لاكسده ماده عباره عن 50% فات 50% كربوهيدرات، كل لتر من اكسجين هتطلع حراره من أكسدة المادة دي مقدارها 4.85% كالوري لكل لتر أكسجين. طب ده هو مستخدم 10 لتر أكسجين خلال الساعة، يبقى 10 لتر في 4.85% يطلع لي ميتابوليك ريت بتاعه 48.5 كالوري في الساعة، وهكذا حسب الار كيو. يبقى ده تاني أهمية في حساب الار كيو، ان بتعرف بيه على الميتابوليك ريت للشخص ده. ومن حساب ميتابوليك ريت بتعرف هل هو ده الميتابوليك ريت الطبيعي بتاعه،
ولا في زياده في الميتابوليك ريت، واكون في عارف ان في اسباب تؤدي لزياده الميتابوليك ريت وابدا امشي مع السبب، او ان الاقي في نقص في الميتابوليك ريت وابدا برضو اشوف ايه الاسباب اللي تقلل الميتابوليك ريت واوصل في الاخر الى السبب. ثالث استخدام للار كيو ان بتعرف بيه على ان في تحويل ماده الى ماده داخل الجسم بتتم. فمثلا لو بيحصل لايبوجينيسيس، بناء للدهون، تحويل كربوهيدرات الى فات، يعني افتر ميلز اكلنا اكل مليان كربوهيدرات والكربوهيدرات كان اكتر من حاجه الجسم، فبدا الجسم يحوله الى فات. ودي احد الاسباب اللي لما ذكرنا ليه رغم ان الكالوريز اللي بيدهاني البروتين والكربوهيدرات زي بعض، لكن البروتين يستخدم في الدايت، اما الكربوهيدرات لا، كربوهيدرات الزياده منه تختزن على هيئه فات. فازاي بتعرف ان الجسم بيحول كربوهيدرات لفات؟ احسب ار كيو. كربوهيدرات ماده ريتش ان اكسجين، والفات ماده بور ان اكسجين. يبقى انا بحول ماده ريتش ان اكسجين، معايا اكسجين وفره من الاكسجين، لماده بور ان اكسجين. يبقى هل انا محتاج من الاتموسفير اكسجين زياده؟ لا، مش محتاج اكسجين زياده، الماده اللي انا بستخدمها وبحولها هي ماده اصلا ريتش ان اكسجين. يبقى اذا الاكسجين اللي بيستهلك من الاتموسفير في اثناء التنفس، في اثناء تحويل كربوهيدرات لفات، بستهلك كميات بسيطه. يعني في الار كيو المقام اللي هو الاكسجين كونسيومد منخفض، والسي او 2 برودكشن هيزيد، لان الماده اللي بستهلكها دي الكربوهيدرات ماده ريتش ان اكسجين، فيها 6 اكسجين، اخدت منهم 2 اكسجين راحوا في الفات، و4 اكسجين استخدمتهم الخلايا وطلعوا على هيئه سي او 2. فهلاقي السي او 2 اللي طلع اكتر من الاكسجين المستهلك من الاتموسفير، فيديني ار كيو اعلى من الواحد الصحيح، ار كيو اباف يونيتي. طيب لو العكس، بعمل جلوكونيوجينيسيس، بحول بروتينز او دهون الى كربوهيدرات، بحول مواد بور ان اكسجين الى مواد ريتش ان اكسجين، ماده فيها 2 اكسجين في السي او اتش بروتين او فات الى ماده مليانه اكسجين زي الجلوكوز في 6 اكسجين. طيب معايا 2 اكسجين من الليبيد، يبقى انا عايز من الاتموسفير يضيف لي 4 اكسجين، يبقى الاكسجين كونسيومد من الاتموسفير بيزيد. طب ولما دخل الاكسجين ده من الاتموسفير هل طلع على هيئه سي او 2؟ لا ما طلعش، لانه دخل في تركيب الكربوهيدرات، فالسي او 2 اللي خارج اقل من الاكسجين المستهلك، يعني المقام زاد والبسط بيقل، فيدينا ار كيو بيلو يونيتي، اقل من الواحد الصحيح. البيزال ميتابوليك ريت، وده عباره عن كميه الطاقه او كميه الحراره اللي بتنتج من الكيميكال رياكشنز المطلوبه لاداء الاسينشال بودي اكتيفيتيز، وبنحسب في زمن معين، الزمن ده 1 اور، يبقى كميه الطاقه او الحراره اللي بتنتج خلال زمن معين، والزمن ده 1 اور المطلوبه لاداء الاسينشال بودي اكتيفيتيز، زي الكونتراكشن اوف ذا هارت، مش هينفع نستغني عن الكونتراكشن اوف ذا هارت، ده اسينشال اكتيفيتي، كذلك ريسبيريشن لازم شغال التنفس، الكدني شغاله باستمرار، الدم بيوصلها بيتفلتر داخل الانابيب بتاعتها وبتبدا تعمل تنظيف للدم من الويست برودكتس، وده شغال 24 ساعه صاحيين او نايمين شغاله. سكليتال ماسلز فيها تون، والصوديوم بوتاسيوم بامب اللي شغاله في كل الخلايا شغاله باستمرار وما ينفعش انها تتوقف. فكل ده عايز طاقه، شغل الهارت محتاج لانرجي، شغل الريسبيريشن محتاج لانرجي، ودي بنسميها ايه؟ الاسينشال بودي اكتيفيتيز اللي ما ينفعش استغني عنها. لكن هنبعد مثلا عن اكسرسايز، او حتى ان الواحد يتمشى، لا هخليه في مكانه ما بيتحركش، كومبليت فيزيكال ومينتال ريست، يبقى ما يجهدش تفكيره في شيء بحيث ما يزودش الطاقه اللي محتاجها المخ. يبقى انا عايز احسب في البيزال ميتابوليك ريت كميه الطاقه اللازمه فقط للحياه لاداء الاسينشال بودي اكتيفيتيز، الطاقه اللازمه لشغل الهارت والريسبيريشن وغيره، اللي هو تكفي الانسان انه يكون عايش فقط. طيب هل دي هي المينيمال انرجي اكسبنشر؟ هل هي دي الطاقه، اقل طاقه محتاجها الجسم لاداء الاسينشال بودي اكتيفيتيز؟ هو بالتاكيد مش هينفع انها تنزل عن الاسينشال، مش هينفع استغني عن اي حد منهم، لكن الفكره انه اثناء النوم ضربات القلب بتقل، فالطاقه اللي عايزها القلب هتقل،
كذلك السي ان اس اثناء النوم الطاقه اللي محتاجها بتقل. فاذا البيزن ميتابوليك ريت هينخفض كميه الطاقه اللي الجسم محتاجها لاداء الاسينشال بودي اكتيفيتيز مثلا اثناء النوم، او لو في حاله مثلا هايبوثايرويديزم عنده نقص في نشاط الغده الدرقيه فمعدل الميتابوليزم وكل الكيميكال رياكشنز بتقل. لكن هلاقي ان في الانسان ده عنده كسل، يعني حتى ان حركه الهارت اقل من الطبيعي، حركه التنفس اقل من الطبيعي، لكنه ما زال عايش. يعني البيزل ميتابوليك ريت الطبيعي في فاكتورز ممكن تعمله ديكريز، منها السليب ومنها الهايبوثايروديزم. يعني البيزل ميتابوليك ريت ما هوش اقل ميتابوليك ريت، لان احنا هنشترط من شروط ان انا احسب بيزل ميتابوليك ريت انه لازم يكون اويك، لازم يكون صاحي. طيب يبقى هو الامونت اوف انرجي برودكشن ان يونت تايم اندر بيزل كونديشنز. فايه هي البيزل كونديشنز؟ هبعد عن كل شيء يعلي معدل الميتابوليزم بدون داعي، هبعد عن 3 بحرف الاي، هبعد عن الاكسرسايز، هبعد عن الايتينج اللي هي الامور اللي بتزود معدل الميتابوليزم، وهبعد عن الاكسبوجر لكولد ويزر او حتى هوت ويزر. لان التعرض لكولد ويزر فالجسم عمال يفقد حرارة للأتموسفير، ففي محاولة انه يحافظ على البادي تمبريتشر كونستانت يعني 37 هيضطر انه يزود معدل الميتابوليزم عشان يدي حرارة تعوض ما يفقد من حرارة. كذلك لو تعرض لهوت ويذر الجسم بيكتسب حرارة من الأتموسفير، فهيبدأ عشان ما يكتسبش حرارة زيادة عن اللازم هيبدأ يقلل معدل الميتابوليزم. فانا لا عايزه يزود معدل الميتابوليزم ولا عايزه يقلل معدل الميتابوليزم، انا عايز احسب معدل الميتابوليزم الكافي للحياة بدون اي تأثيرات عليه. يبقى انا هبعد عن الاكسرسايز، هبعد عن الايتينج، هبعد عن الاكسبوجر تو هوت او كولد ويزر. فاكسرسايز يبقى انا هطلب من الشخص اللي انا هحسب له بيزا ميتابوليك ريت انه يكون في كومبليت فيزيكال اند منتال ريست، ما يتحركش، هنخليه نايم على سرير، ما يتحركش طول الساعة، وبقدر الامكان كومبليت منتال ريست، ما يفكرش في اي شيء. كذلك هيبعد عن الايتينج، هقول له تيجي من اخر وجبه يكون عدى عليها من 12 ل 14 ساعه. ليه؟ لان الاكل بيعلي معدل الميتابوليزم زي ما هنشوف العنوان اللي بعد ده مباشره، سبيسيفيك دايناميك اكشن. ثالث شيء يحطه في كومفورتابل زون اوف تمبريتشر، لا تكون كولد ولا تكون هوت. طيب يعني كام درجه الحراره؟ فقال لي لو كان دريسد بيرسون، لو كان لابس هدومه، يبقى هحطه في حراره من 25 من 20 ل 25. اما لو كان نيكد مش لابس هدومه هيكون من حراره من 28 الى 31، و within this range of temperature معدل هيت جين وهيت لوس متساوي بدون ما الهايبوثالاموس يتدخل بزياده هيت برودكشن او بزياده هيت لوس. فلا دي كومفورتابل زون، الحراره اللي طالعه من الميتابوليزم المطلوب التخلص منها بيتخلص منها الجسم بسهوله بدون ما يحتاج الى سويتنج، بدون ما يحتاج مثلا لفازو دايلاتيشن في سكين بلاد فيزلز، لا مش محتاج ده كله. يعني لا يتدخل الهايبوثالاموس في التخلص من الحراره او حتى في اكتساب حراره. هيطلع كام لو حسبناه؟ طبعا احنا اخذنا في اول المحاضره ان انا بحسب الفيزيكال هيت فاليو، كميه الحراره الناتجه من كومبليت اوكسيديشن لماده بحاجه اسمها بومب كالوريمتر. اما فيسيولوجيكال هيت فاليو ده اللي متكلم عليه حاليا، الحراره الناتجه من اكسده المواد داخل الجسم بحسبها ازاي؟ بحاجه اسمها بادي كالوريمتر بناخده مع العملي. وان كان الجهاز نفسه المستخدم على مستوى العالم كله ما فيش الا 2 بس في امريكا، لكن الكل معتمد على اللي حسبناه مع الار كيو، المعادله بتاعه الاكسجين هيت فاليو في الاكسجين كونسومشن اللي هو الاندايركت ميثود، والاثنين بناخدهم مع العملي. يبقى بحسب بيزا ميتابوليك ريت سواء بالدايركت كالوريمتر او البادي كالوريمتر او الاندايركت اللي هو بالمعادله اللي قلنا عليها. طيب ده هيديني كميه الحراره او الطاقه اللي بتنتج خلال زمن معين خلال ساعه. بس عشان اقدر اقارن بين شخص واخر، يعني مثلا طفل رضيع حسبنا له طلع 50 كالوري في الساعه، واحد أضلت 50 كالوري في الساعة، هل أقول معدل ميتابوليزم فيهم زي بعض؟ بالتأكيد لا. يعني شوف مساحة سطح الجسم، طفل بالحجم ده
وبيطلع منه خلال ساعة 50 كالوري، وواحد أضلت حجمه أضعاف الطفل وبيطلع منه نفس الكالوريز، لا يبقى أكيد معدل ميتابوليزم عند الطفل أعلى. فعشان ما يحصلش معانا الحكاية دي إن الأرقام تطلع شبه بعض لكنهم مختلفين عن بعض في معدل الميتابوليزم، فلا نثبت مساحة سطح الجسم. هنحسب كمية الطاقة اللي بتطلع من مساحة معينة، والمساحة دي 1 متر مربع. يبقى التمييز بتاعنا لما أحسب بيزا ميتابوليك ريت هو كالوريز لكل ساعة لكل متر مربع. طيب اتحسبت على الشخص الأضلت فطلع 40 كالوري لكل متر مربع بير أور، ومسموح بالزيادة أو بالنقص في حدود 15% من 40 كالوري. ممكن يعبر عنها بالشكل ده أو يعبر عنها ببرسنتج ديفيشن من الأفريج. الأفريج هو 40، يعني لو واحد قلنا إنه طالع معدل ميتابوليزم ناقص 10%، معناها إنه ناقص مش معناها إنه بالسالب، ناقص معناها إنه أقل من الأفريج ده اللي هو 40 ب10%. نفس القصة، يعني واحد حسبنا له بيزا ميتابوليك ريت طلع 60 كالوريز لكل متر مربع بير أور. طب ده زيادة عن المتوسط اللي هو 40، زايد عنه ب20، وال20 دي بالنسبة لل40 هي 50%، يبقى هو في زيادة 50%. واحد مثلا ميتابوليك ريت كان زائد 100%، يعني زيادة عن المتوسط اللي هو 40 بالضعف، 100% تانيين يعني 40 تانيين يعني 80 كالوري لكل متر مربع بير اور. اذا معنى سالب مش معناها ان الميتابوليزم بالسالب، تمام، معناها انه اقل من المتوسط، عشان ده هيعدي معانا مع الثايرويد جلاند لما اقول ان في الهايبر ثايرويديزم معدل ميتابوليزم بيصل الى زائد 100%، يبقى معناها انه الضعف. ان هايبو ثايرويديزم معدل ميتابوليزم بيقل او سالب 40%، تمام، يبقى مش معناها انه بالسالب، معناها انه اقل من المتوسط. يبقى يعبر عن البيزا ميتابوليك ريت اما بالكالوريز لكل متر مربع بير اور او ببرسنتج ديفيشن من الافريج. ايه هي الفاكتورز افكتنج بيزا ميتابوليك ريت؟ في فيسيولوجيكال فاكتورز، عوامل طبيعيه فيسيولوجيه زي الايج. بيختلف البيزا ميتابوليك ريت حسب السن، ففي الاطفال حديث الولاده نيولي بورن انفانت بيكون الطبيعي بتاعه 25 كالوري لكل متر مربع بير اور، وده بالنسبه له نورمال، يعني ما قارنهوش بالشخص الأضلت اللي هو 40 وهو أقل من نورمال، لا هو بالنسبة له في السن ده هو بالنسبة له ده نورمال. لكنه مش عشان طفل هو 25، لا أنا مثبت مساحة السطح هو 25 لكل متر مربع، يبقى لو خدت متر مربع من أضلت هيطلع منه 40 كالوري، نفس المتر المربع من الطفل هيطلع منه 25 كالوري، يعني قدرة الطفل على الهيت برودكشن أضعف من الأضلت، وده بيخلي الأطفال عرضة أكتر للهايبوثيرميا. للأطفال في الشتاء لازم يتغطى كويس بالبطانية لأنه عرضة للهايبوثيرميا، لو اتكشف الغطاء عنه بالليل ممكن يدخل في هايبوثيرميا. أحد الأسباب دي إن عنده نقص في البيزا الميتابوليك ريت، عنده ضعف في الهيت برودكشن، بالإضافة طبعا اللاك أوف بيهيفيرال ريسبونس، يعني لو واحد أضلت واتكشف بالليل الغطاء بتاعه هيقوم يغطي نفسه، أما الطفل الرضيع لا هيسيب نفسه مكشوف فهيستمر في الهيت لوس. من الأسباب برضو إن الطفل عنده immaturity of heat regulating center في الهايبوثالاموس، قدرته على تنظيم الحرارة ضعيفة لسه. من أسبابه برضو في الطفل الويتنج of clothes، الطفل لما يبل هدومه البلل بيزود الهيت لوس، فالطفل عرضة للويتنج of clothes وده بيزود مع الهيت لوس. فكل دي أسباب بتساعد إن الطفل يبقى more susceptible للهايبوثيرميا خاصة مع الكولد ويزر. بعد كده على سن من 2 إلى 5 سنين بنصل إلى أعلى بيزال ميتابوليك ريت، حوالي 60 كالوريز لكل متر مربع بير أور، وده أعلى ميتابوليك ريت في حياة الإنسان بالكامل، وغالبا تفسيرها إنه في مرحلة جروس، وده اللي بيخليه في معدل ميتابوليزم عالي. بعد كده بيبدأ ينخفض فيصل سن البيوبرتي، معدل ميتابوليزم يصل 55 كالوري كل متر مربع بير اور، اما ال 40 كالوري اللي قلنا عليها من شويه دي على سن 20 سنه. بعد كده كل 10 سنين بينخفض معدل ميتابوليزم بمقدار 1 كالوري كل 10 سنين، يعني على سن 30 سنه
هيكون معدل ميتابوليزم 39 كالوري لكل متر مربع بالاور، على 40 سنه هيكون 38 كالوري لكل متر مربع بالاور، وده بسبب نقص الماسل ماس تدريجيا مع العمر. تاني فاكتور هو السكس، ميل وفيميل. يبقى نثبت السن، ميل وفيميل من نفس السن. هنلاقي في بدايه الفيميلز فيهم معدل ميتابوليزم اقل من الميل بحوالي 7%. اتفقنا انه مسموح بزيادة او نقص في حدود 15%، ده يعتبر برضو ويز النورمال، يعني كده ده نقص الفيميل عن الميل 7%، فبرضو ارقام ويز النورمال، يعني تغير فسيولوجي ما هوش شيء مرضي انا اخاف منه، حوالي 7%. هل الاختلاف ده بسبب الهرمونز؟ هو الهرمونات لها بالتأكيد لها دور، لان الميل سكس هرمونز الاندروجينز بتزود المصل بالك، والمصل تيشو اكتيف تيشو، في مصل تون وفي مثلا صوديوم بوتاسيوم بامبس شغاله باستمرار، بخلاف الاديبوس تيشو الفيميل البادي بتاعها في نسبه فات اعلى، 35% من وزن الفيميل عباره عن فات، اما الميل 25% فقط من وزنه عباره عن فات. فالمصل بالك عند الميل اعلى، والمصل تيشو لانه اكتيف تيشو في كيميكال رياكشنز اكتر، فده بيخلي معدل الميتابوليزم عند الميل اعلى. اذا الهرمونز ليها دور، لكن البادي كومبوزيشن ده نفسه موجود حتى في الاطفال، فالبيزا ميتابوليك ريت اعلى في الاولاد عن البنات حتى في الاطفال، وبتاثير الهرمونز بعد كده بيزود اكتر المصل بالك ان ميل، والاستروجين بيزود الفادي بوزيشن ان فيميلز. يبقى الهرمونز ليها دور لكن مش هي السبب الوحيد، هو الاختلاف في البادي كومبوزيشن من البدايه. بعد كده الفيزيكال هابتس والدايتيتك هابتس والكلايمت، دول لو انا افتكرت ايه هما الثلاثة اي اللي كنت بتفاداهم اثناء حساب البيزا ميتابوليك ريت، بتفادى الاكسرسايز، بفتكر من الاكسرسايز الفيزيكال هابتس، لو شخص رياضي. الثاني اي الايتينج، يبقى الدايتيتك هابتس عادات غذائية. والثالثة الاكسبوجر لكولد او هوت ويذر، يبقى المناخ الكلايمت. يبقى دول بفتكرهم من الثلاثة الاي بتوع الـ 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 الامور اللي ببعد عنها اثناء حساب بيزا ميتابوليك ريت. انا كده كده بحسب اندر بيزا كونديشنز، يعني انا بتفادى الاكسرسايز، بتفادى الايتينج، بتفادى الاكسبوجر لكولد ويذر، لكن بقول انه الشخص الرياضي، الشخص الاثليتيك عنده معدل ميتابوليزم اعلى من الشخص النون اثليتيك. ما بحسبش اثناء ممارسه الرياضه، انا بحسب اندر بيزال كونديشنز، وهو كومبليت فيزيكال ومينتال ريست، برضه الشخص الرياضي عنده ميتابوليك ريت اعلى من الشخص النون اثليتيك. ليه؟ لان عنده ماسل بالك اكبر. كذلك دايتيتك هابتس، اكل البروتينز بيزود معدل ميتابوليزم، اكل النشويات مش محتاج لمعدل ميتابوليزم عالي، فالشخص المتعود على البروتين دايت جسمه اخذ على معدل ميتابوليزم عالي. فلو كانت عاداته الغذائية انه بيتناول اكل ريتش ان بروتينز، ده بيخلي عنده زيادة في معدل ميتابوليزم اكتر من الشخص المتعود على اكل النشويات. الكلايمت هو التعرض لكولد ويذر، بيخلي فيه هيت لوس عالي، ويضطر الجسم انه يزود معدل الميتابوليزم عشان يحافظ على حرارته. فالشخص المتعود على معدل ميتابوليزم عالي وعايش في كولد ويذر عنده ميتابوليك ريت اعلى من شخص عايش في هوت ويذر. برضو انا ما بحسبش وهو في كولد وده في هوت ويذر، انا بحسب اندر بيزال كونديشنز، لكن برضو حتى اندر بيزال كونديشنز الشخص اللي كان عايش في الاسكيمو عنده معدل ميتابوليزم اعلى من الشخص اللي عايش عند خط الاستواء. من ضمن الفاكتورز الريس، البيور ريسز، الاجناس النقية، الأجناس البشرية اللي هو مثلا الأوروبيين، الأمريكان، اليابانيين، يبقى دي اسمها أجناس بشرية، أو القوقازيين، الزنوج. الأجناس البشرية بتختلف جينيتيكالي عن بعض، فالبيور ريسز زي الصينيين، زي الهنود، اللي هي الشعوب اللي مختلطتش بغيرهم، دول فيهم معدل ميتابوليزم أقل من النون بيور ريسز أو الميكسيد ريسز، الشعوب اللي اختلطت بغيرهم زي الأمريكان وزي المصريين. من اكتر البيور ريسز اليهود، لان في الديانة اليهودية ممنوع ان الزواج من غير يهودية، فهو شعب ما اختلطش غير بنفسه، ما اختلطش بغيره، فاليهود فيهم اقل معدل ميتابوليزم.
الدارك ريسز الزنوج فيهم معدل ميتابوليزم اقل من الوايت ريسز. طيب هل هنقول دارك ريسز الزنوج عشان عايشين في هوت ويذر، والوايت ريسز زي الامريكان او الاوروبيين عشان عايشين في كولد ويذر؟ ممكن قد يكون ده السبب، لكن عشان نحكم مظبوط احنا ممكن ناخد واحد من الامريكان السود يكون ليه اصول افريقيه لكنه عايش في اوروبا وتولد في اوروبا وتولد في امريكا، فنشوف هل الموضوع متعلق بانه عاش في كولد ويزر فلا يجي له برضه حتى لو هو مولود في امريكا مولود في اوروبا لكنه من دارك ريسز عنده معدل ميتابوليزم اقل. يبقى الموضوع واضح ان في جينيتك فاريشنز، في شيء في الجينات ان الشخص ده جينيا مؤهل يعيش في هوت ويزر وده جينيا مؤهل يعيش في كولد ويزر. بعد كده البريجنانسي، اثناء البريجنانسي معدل ميتابوليزم بيزيد الى الدبل الى الضعف، يعني بدل ما 40 كالوري يصل الى 80 كالوري. السبب لانه في ادد ميتابوليزم من الفيتس، انا بحسب ميتابوليزم الشخصين، بحسب الحراره اللي طالعه من الام وهي ناتجه عن ميتابوليزم الشخصين، بالاضافه ان في تغيرات في الهرمونز اثناء البريجنانسي وان الثيروكسين بيزيد كورتيزول بيزيد ودي هرمونات بتزود معدل الميتابوليزم. من الفاكتورز اللي بتقلل معدل الميتابوليزم هو السليب. بعد كده في باثولوجيكال فاكتورز، اسباب مرضيه. الفاكتورز اللي بتزود معدل الميتابوليزم هو زياده النشاط في الغدد اللي هرموناتها ليها تعلق بالميتابوليزم زي الثيرويد جلاند، يبقى هايبر ثيروديزم ودي اهم جلاند على الميتابوليزم. الهايبر بيتيوتيريزم الغده النخاميه في كذا هرمون منها افكت الميتابوليزم زي جروث هرمون زي الـ TSH اللي بيحفز إفراز الثيروكسين والـ ACTH اللي بيحفز إفراز الكورتيزول. الهايبر أدرينالزم زيادة نشاط الغدة الكظرية، الكورتيزول نفسه اللي يدور في الميتابوليزم. الفيفر كل ما الحرارة بتزيد معدل الميتابوليزم أيضا بيزيد. بلاد ديزيزز سواء أنيميا أو بوليسيسيميا أو لوكيميا، أنيميا نقص كرات الدم بس يكون ناتج عن مرض بعيدا عن بون مارو، يعني انيميا بسبب هيموريج واحد نزف او هيموليسيس تكسير كرات الدم، ده هيؤدي الى نشاط في البون مارو لتعويض الاربيسيز المفقودة. يبقى الانيميا هتزود معدل الميتابوليزم بس على شرط ما تكونش الانيميا بسبب مرض في البون مارو، لا يبقى لسبب اخر زي نزيف او هيموليسيس اللي هيؤدي ان البون مارو يزود نشاطه، زيادة نشاط البون مارو ده هو اللي هيزود معدل الميتابوليزم. أو البوليسيسيميا زيادة عدد كرات الدم الحمراء، هو في زيادة في نشاط البون مارو اللي عمال ينتج RBCs أكتر من اللازم، سواء بعيب فيه هو أو في حد طلب منه يزود عدد كرات الدم الحمراء زي مع الناس اللي عايشة في high altitudes أو في وجود lung diseases. هارت فيلير برضو يزود معدل الميتابوليزم، او مثلا مع بلاد ديزيزز برضو اللوكيميا بالتاكيد اللي هو سرطان الدم اللي فيه نشاط غير طبيعي في البون مارو موجه كله لانتاج وايت بلاد سيلز واما تيور الشغاله، لكن بون مارو فيه نشاط عالي طبعا. هارت فيلير الهارت فيلير بيكون مصاحب بزياده في هارت ريت، في ضعف في ضخ الدم لكن بيحاول الهارت يعوضه بزياده معدل انقباض، يبقى في زياده في الهارت ريت مع الهارت فيلير فده برضو يتسبب في زياده معدل ميتابوليزم. كذلك مع الهارت فيلير بيبقى المريض عرضه للريسبيراتوري انفيكشنز، والانفيكشنز بتدخله في فيفر، والفيفر اخذنا انها بتزود معدل الميتابوليزم. الدايبيس انسيبيدس وهو نقص هرمون الاي دي اتش انتي دايوريتيك هرمون من البيتيوتري جلاند، يعني ملاحظين الغدد كان الثيرويد والبيتيوتري والادرينال كله زياده هايبر ثيروديزم هايبر بيتيوتريزم هايبر ادرينالزم، حتى هنا هايبر ثيرميا زياده زياده الحراره. اما ده الهرمون الوحيد اللي نقصه يزود معدل الميتابوليزم هو الانتي دايوريتيك هرمون. ليه؟ لان مع الانتي دايوريتيك هرمون لما يقل هو انتي دايوريتيك هو مانع لادرار البول، فلما يقل يحصل ادرار للبول ويصل حجم البول في بعض الأحيان إلى 20 أو 25 لتر في اليوم اللي هو الطبيعي أصلاً 1 لتر، فكمية المية الرهيبة اللي بيفقدها يومياً بيضطر يعوضها طبعاً بشرب كميات كبيرة من المية.
والمية اللي بيشربها عادة الإنسان بيشرب مية بحرارة أقل من حرارة الجسم، فكمية المية اللي بيشربها هتؤدي إلى نقص البادي تمبريتشر، وهيضطر الجسم إنه يزود معدل الميتابوليزم عشان يحافظ على حرارته على 37 درجة. أما الفاكتورز اللي بتقلل معدل الميتابوليزم فالعكس، يبقى هايبو ثيروديزم، هايبو بيتيوتريزم، هايبو كورتيسيزم، نقص نشاط الأدرينال كورتكس، والهايبوثيرميا نقص الحرارة، والمال نيوتريشن سوء التغذية، مفيش مواد خام إنه يشتغل عليها ميتابوليزم. كيميكال فاكتورز طبعا ثيروكسين، ثيروكسين واحد من أهم الهرمونز أو الكيميكالز اللي بتزود معدل الميتابوليزم. الأدرينالين نفس الكلام، من المضلة أو من الأدرينال المضلة، والأدرينالين من الأدرينال المضلة. كذلك الأمفيتامين، أمفيتامين ده دراج يعني استخدموه فترة كمان في علاج الأوبيزيتي، لأن أدي أحد وظائف الأمفيتامين إنه بيزود معدل الميتابوليزم، يزود اللي هو بيسموها في بتوع الميتابوليزم إيه، يزود الحرق بتاع الدهون. لكن مشكلة الأمفيتامين طبعا بيعمل إدمان وممنوع أصلا استخدامه. لو حبينا نحل السؤال اللي تحت، What are the possibilities of an adult person with a metabolic rate of 28 calories لكل متر مربع بير اور؟ واحد حسبنا له metabolic rate او بيزا metabolic rate طلع 28 calories، واحد adult، فهو قال لي ان هو adult person. طب الادلت ده المفروض 40 كالوري، يبقى كده هو في نقص في معدل الميتابوليزم. طب النقص ده اكتر من 15% ولا اقل؟ احنا اخدنا انه لازم يعني 40 كالوري زائد او ناقص 15 عشان يكون ويزن نورمال، في حدود 6 كالوريز يعني معانا من 34 ل 46، فلا هو كده اقل من او يعني النقص اكتر من 6 كالوريز، يبقى هنا في نقص اكتر من الطبيعي، وده يفسر انه باثولوجيكال ديكريز، لان الاسباب الفسيولوجيكال هتقلل معدل الميتابوليزم لكن within النورمال رينج، مش هتنزل بينا ابعد من النورمال. فهنا ده لا في نقص اكتر من اللازم، فده يفسر انه احد الاسباب الباثولوجيكال قد يكون هايبو ثيروديزم، قد يكون هايبو كورتيسيزم، او هايبو بيتيوتريزم، او هايبوثيرميا، او مال نيوتريشن. بعد كده معانا specific dynamic action، احد المواضيع الهامة، وهو عبارة عن الابيليتي او الباور اوف فود تو ستيميوليت الميتابوليك ريت. اخدنا في بداية المحاضرة ان مجرد الاكل بيزود معدل الميتابوليزم، واثناء ما بنحسب بيزا ميتابوليك ريت وان لا يجي بعد الاكل من 12 ل 14 ساعة لان الاكل بيزود معدل الميتابوليزم. فا specific dynamic action هو the power of food to increase metabolic rate، أو بيسمى thermic effect of food، إن الفود بيزود الهيت برودكشن، مجرد ما أكلنا حرارة الجسم بتبدأ تزيد. حسبوها فلقيوا إنه metabolic rate بيبدأ يزيد خلال ساعة بعد تناول الطعام، وبيصل إلى أعلى قيمة ليه بعد 3-4 ساعات، ويبدأ ينخفض ويعود الى معدل الميتابوليزم اللي كان عليه طبيعي قبل الاكل بعد 12 الى 18 ساعة. وبالتالي لو انا عايز احسب بيزا الميتابوليك ريت وعايز ابعد عن تأثير الاكل على زيادة معدل الميتابوليزم، يعني يعدي من 12 او حتى الى 18 ساعة من بعد الاكل، لان طالما اكل الانسان هيظل الاكل ده معلي معدل الميتابوليزم لمدة قد تصل ل 18 ساعة بعد الأكل. بدأت بعد ساعة، وصلنا إلى الماكسيمال بعد 3-4 ساعات، ويعود إلى البيزال كونديشنز اللي بدأ عليها بعد من 12 ل 18 ساعة. طب يا ترى إيه السبب؟ ليه لما أكلنا معدل ميتابوليزم بيزيد؟ هو طبيعي لما أكلنا هتبدأ المعدة تفرز عصارات مع نشاط في الجي آي تي، وانتستين نفس الكلام، وبعد الدايجيشن في أبزوربشن، والابزوربشن محتاج الى طاقه ان فيها اكتيف بروسيسز، يبقى ده كله ده زياده في نشاط الجي اي تي. وبعد ما حصل له ابزوربشن، لان احنا مش هنمتص ونهضم في 18 ساعه بالتاكيد، لا الاكل بيروح على الليفر، وهناك يحصل كيميكال رياكشنز في الليفر
عشان تخزين الأكل اللي أنا مش محتاجه حاليا، ويبعت في الدم الأكل اللي الخلايا محتاجاه في التوقيت الحالي. لكن لما حسبوا فعليا لقيوا ان هو الليفر هو الأساس في specific dynamic action، وإنهم لما عملوا التجربة في animals شالوا منهم الليفر وادوهم الأكل، فلقيوا مفيش تأثير للأكل على معدل ميتابوليزم رغم ان الجي اي تي شغالة. فاكتشفوا ان الكبد هو الأساس، ان مساهمة الجي اي تي في زيادة معدل الميتابوليزم مساهمة محدودة، وان يعني الكمية الأكبر من الطاقة اللي بتنتج بعد الأكل سببها الكيميكال رياكشنز اللي في الكبد. جي اي تي والاندوكراين جلانس اللي اشتغلت اثناء الدايجيشن واثناء الابزوربشن تاثيرها محدود ويكاد يكون منعدم، وان الليفر هو الاساس لانه اختفى السبيسيفيك دايناميك اكشن لما تشال الليفر من انيمالز اتعملت فيهم التجربه دي. احنا لو اكلنا في التوقيت ده مثلا، وده كان معدل ميتابوليزم كان بالارتفاع ده، اكلنا بعد الاكل بدا يرفع معدل ميتابوليزم، هيصل لاعلى قيمه ليه خلال من 3 الى 4 ساعات، يمكن هنا على الكيرف مختلف شويه، وبعد كده هيبدا يتناقص مره اخرى ويصل الى البيزل كونديشنز. يبقى حتى الان هو بعد 6 ساعات ما زال مرتفع عن البيزل اللي بدا منه، هيعود مره اخرى للبيزل بعد فتره من 12 الى 18 ساعه. هي العوامل اللي تؤثر على سبيسيفيك ديناميك اكشن يتوقف على نوع الاكل اللي اكلناه. لو اكلنا بروتينز، البروتينز بتزود معدل ميتابوليزم 30%. لو اكلنا كربوهيدرات بتزود 6% فقط. لو اكلنا فات بتزود 4% فقط. يعني لو واحد كان معدل ميتابوليزم 40 كالوري لكل متر مربع بير اور وراح اكل اكل فيه بروتينز هيزيد 30%. 30% من ال 40 كالوري يعني في حدود مثلا في حدود 13 كالوري زيادة. يعني ممكن يصل معدل ميتابوليزم لي بعد اكل البروتين ل 53 كالوري لكل متر مربع بالاور. يعتمد ايضا على الكوانتيتي اوف فود، كل ما نزود كمية الاكل يبقى كمية الطاقة اللي هتطلع برضو هتزيد. يعتمد على الاكسترنال تمبريتشر، لو حرارة الاتموسفير 33 درجة هنا بلاقي سبيسيفيك ديناميك اكشن وصل للماكسيمال. حرارة الاتموسفير منخفضة حوالي 5 درجات مئوية يختفي سبيسيفيك ديناميك اكشن. بمعنى ان لو حرارة الاتموسفير 33 فده يعتبر يعني جو مناسب، يعني البادي تيشوز مش محتاجة تحتفظ بحرارة اللي ناتجة من سبيسيفيك ديناميك اكشن، فبيتخلص من كل الحرارة اللي طالعة نتيجة الكونسومشن اوف فود. بخلاف الكولد ويذر لو كان حرارة الاتموسفير 5 فالجسم محتاج حرارة لانه بيفقد حرارة الاتموسفير، فلما اكل والاكل ده طلع حرارة الحرارة دي بيحتفظ بها الجسم. لان انا ازاي بحسب البيزي ميتابوليك ريت؟ بحسبه من خلال الحرارة اللي طالعة من الجسم. فبلاقي مع التعرض لكولد ويذر في 5 درجات مئوية بعد ما اكل وطلع حرارة من الكيميكال رياكشنز استخدمت في تدفئة البادي تيشوز وما طلعت ليش لبرة، فانا لقيت ان الاكل لما اكل وما طلع ليش اي حرارة لبرة. تمام. بخلاف لما يكون الحرارة 33 درجة بلاقي ان الجسم تخلص من كل الحرارة اللي طالعة من الميتابوليزم. احنا اخدنا ان الانرجي اللي طالعة من الميتابوليزم اما انها تختزن على هيئة اي تي بي او تستخدم في اداء اكتيفيتي معينة او تطلع على هيئة هيت. هنا الحرارة الناتجة من سبيسيفيك ديناميك اكشن كلها تطلع على هيئة هيت، لكنها مش حرارة مفقودة بدون داعي، لا هي بتستخدم في تدفئة البادي. بالتالي احسن اكل يتاكل في الشتاء ويدفي الجسم هو البروتينز لانه بيزود معدل ميتابوليزم 30% ويظل مزود الميتابوليك ريت لفترة تصل من 12 الى 18 ساعة. فاكل البروتينز في الشتاء يدفي الجسم، لكن في الصيف لا، يبقى يستحسن الابتعاد او الانسان بيكون مش متقبل اكل بروتينز في الصيف لانه بيخليه يحس بالحرارة.
معانا موضوع تاني وهو الفود انتيك او الكنترول اوف فود انتيك، المسؤول عن التحكم في كميه الاكل اللي بناكلها والاحساس بالشبع والاحساس بالجوع هو سنترز في الهايبوثالاموس والليمبيك سيستم. في حاجه اسمها الفيدنج سنتر اللي هو مركز الاكل او الاحساس بالجوع، والساتايتي سنتر وهو مركز الاحساس بالشبع. الفيدنج سنتر موجود في اللاترال هايبوثالاموس، والساتايتي سنتر موجود في الفنتروميديال هايبوثالاموس. الفيدنج سنتر لو عملنا له ستيميوليشن يزود الابيتايت، والفود انتيك يبقى عايز ياكل، يبقى هو سنتر مختص بالاحساس بالجوع. اول ما نعمل له ستيميوليشن يحس الانسان بالجوع والشهيه للطعام بتزيد وتناول الاكل يزيد. عملنا له ديستراكشن يبقى كده هيفقد الشهيه للطعام، يحصل انوركسيا، وما يكونش عنده الا ساتايتي سنتر حاسس بالشبع باستمرار، ويظل عنده انوركسيا ويموت من قله الاكل. اما الساتايتي سنتر لو عملنا له ستيميوليشن يديله احساس بالشبع فديكريز الابيتايت وديكريز الفود انتيك، عملنا ديستراكشن للساتايتي سنتر عمره ما هيحس بالشبع، وهيفضل عنده هايبرفيجيا دايما حاسس بالجوع وعمال ياكل باستمرار، ويدخل طبعا في اوبيزيتي. الطبيعي معانا ان الفيدنج سنتر شغال باستمرار، فالواحد لو اتحط قدامه اكل في اي توقيت هياكل، الا لما يحصل ستيميوليشن للساتايتي سنتر. الساتايتي يروح انهبت الفيدنج، لكن الفيدنج متساب اكتف باستمرار لغايه ما يحصل ستيميوليشن للساتايتي، فالساتايتي يروح عامل انهبيشن للفيدنج سنتر فيتوقف عن الاكل. في ايضا اماكن اخرى داخل الهايبوثالاموس متعلقه بالفود انتيك وليها ادوار مهمه، منها البارا فينتريكولار نيوكليوس اللي برضو لما حصل فيها ليجن حصل اكسيسيف ايتينج، اذا المكان ده مختص بالاحساس بالشبع، بدليل لما حصل له دامج الانسان ما حسش بالشبع. الدورزوميديال هايبوثالاموس لو حصل فيه ليجن راح حصل ديبريس الايتينج بيهافير، ما اكلش، يبقى اذا ده متعلق بالايه بالجوع، لما باظ اصبح مش عارف ياكل. اما الاركوت نيوكلياي وهي من اهم الاماكن الخاصه بالفود انتيك، هنا بيحصل انتجريشن لمالتيبل جي اي تي واديبوس تيشو هرمونز اللي في النهايه بيتخذ بها قرار بالفود انتيك او عدم الفود انتيك. احنا معروف ان الهايبوثالاموس اصلا انتجريتنج سنتر بيلتقي فيه نيوكلياي خاصه يمكن بكل شيء يخص الجسم، من تنظيم حراره وتنظيم او كنترول الاندوكراين جلاندز واوتونوميك فانكشن وكنترول الووتر بالانس، ومنها كنترول الفود انتيك. ففي الاركوت نيوكليس بياخد معلومات عن ده كله، عن الحراره اخبارها ايه، الجي اي تي اخبارها ايه، الهرمونات بتاعتنا اخبارها ايه، وهكذا. وفي النهايه بيتخذ قرار ان كده ناكل او ما ناكلش. نفهم اكتر، ادي الاركوت نيوكلياي فيها نوعين من النيرونز، وان الاركوت نيوكلياي واحده من اهم النيرونز او النيوكلياي داخل الهايبوثالاموس المتعلقه بالفود انتيك، اللي فيها الايه قلنا انتجريشن للجي اي تي والاديبوس تيشو هرمونز. فيها نوعين من النيرونز، نوع اللي هو البومك نيرونز او البرو اوبيو ميلانو كورتين نيرونز، والنوع الثاني اللي هو ان بي واي الاي جي ار بي نيرونز اللي هي نيوروبوبتايد واي والاجوتي ريليتد بروتينز. النوع الاول ده اللي هو البرو اوبيو ميلانو كورتين نيرونز او البومك نيرونز بتفرز الفا ام اس اتش، الفا ميلانوسايت ستيمولاتنج هرمون، وبتفرز ماده اخرى اسمها الكارت كوكين اند امفيتامين ريليتد ترانسكريبت. نكتفي بالاختصار يعني، يبقى بتفرز الفا ام اس اتش والكارت. المادتين دول ديبريس الفود انتيك وتزود انرجي اكسبنشر، دايما في ترابط ما بين الفود انتيك والانرجي اكسبنشر، كان الهايبوثالاموس مش همه الاكل في حد ذاته بقدر ما هدفه المحافظه على البادي ويت. طالما اخد قرار بان امنع الاكل زود الانرجي اكسبنشر، يزود الحرق بحيث ان وزنه ينزل، يمنع الاكل ويزود الانرجي اكسبنشر.
اما النيرونز التانيه النيوروبيبتايد بتفرز نيوروبيبتايد واي والاجوتي ريليتد بروتينز، وده المواد دي لو طلعت تزود الفود انتيك وتقلل الانرجي اكسبنشر، يبقى بتحاول ترفع وزن الجسم. هنا بيحصل انتجريشن عشان النيرونز تاخد قرار افرز الالفا ام اس اتش والكارت ولا افرز النيوروبيبتايد واي والاي جي ار بي من خلال شورت تيرم ريجوليشن ولونج تيرم ريجوليشن للفود انتيك. شورت تيرم ريجوليشن كونسيرند بانه خلال الوجبه الواحده ياخد قرار بكده، هل كفايه الاكل اللي اكلناه ولا لسه محتاجين تاني، يبقى ده بينظم كميه الاكل خلال الوجبه الواحده. اما لونج تيرم بين الوجبه والتانيه ان امتى ياخد قرار بان محتاجين اكل تاني حسب مخزون الطاقه او مخزون الغذاء داخل الجسم، كميه الدهون وكميه الكربوهيدرات داخل الجسم. الشورت تيرم ريجوليشن في منه ستيمولانت ومنه انهيبيتورز، اما اللونج تيرم ريجوليشن فكله انهيبيتورز. شورت تيرم اللي هو خلال نفس الوجبه في هرمون اسمه الجريلين، وده احد الستيمولانت. جريلين هرمون، هرمون بيفرز من المعده ديورينج فاستنج، لو المعده فاضيه ما فيهاش اكل بتفرز هرمون الجريلين، والجريلين ده هيطلع ويصل الى الاركوت نيوكليوس، ولما تحس الاركوت نيوكليوس بالجريلين هتبدا تفرز المواد اللي تخلينا نزود الاكل زي النيوروبيبتايد واي والاي جي ار بي. كذلك النيوروبيبتايد واي نفسه ده عرفنا انه بيطلع من الاركوت نيوكليوس وبيزود الفود انتيك. اما الانهيبيتورز الجي اي تي ريسبتورز والجي اي تي هرمونز، لما اكلنا في جي اي تي ريسبتورز داخل الاستومك وداخل الانتستين بيبدا الاكل يعمل ستريتش للوول اوف ذا ستومك، والهايبوثالامس بياخد خبر بالديجري اوف ستريتش دي، لغايه ما حصل ستريتش بدرجه معينه بياخد قرار ان كده ستوب الفود انتيك. كذلك على الانتستين او ما يحصل لها ستريتش بديجري معينه ايضا بيمنع الفود انتيك. غير الريسبتورز في كمان هرمونز، طول ما في اكل داخل المعده المعده بتفرز هرمونز زي الجاسترين، الانتستين طول ما فيها اكل بتفرز برضه هرمونز زي السكريتين والكوليسيستوكاينين والبيبتايد واي واي، ودي هرمونات برضه طول ما هي موجوده بيفهم الهايبوثالاموس ان في اكل داخل المعده او داخل الانتستين. كمان حتى داخل الماوس في هرمون، في ريسبتورز بيسموها ريت ريسبتور، بتحسب كميه الاكل اللي دخلت، لان في تجربه غريبه اتعملت في بعض الكلاب انه فتح فتحه في النك وطلع منها الاسوفيجس، بحيث لما الكلب ده ياكل الاكل يطلع من النك وما يدخلش على الاستومك، فما يحصلش لا ديستنشن في الاستومك ولا في الانتستين ولا يطلع الجي اي تي هرمونز. فلقوا ان الكلاب دي بعد ما اكلت كميه معينه شبعت مع ان الاكل ما وصلش اصلا للاستومك. فمنها اللي عرفوا ان في كمان ريسبتورز داخل الماوس بتحسب كميه الاكل اللي عدت على الماوس. طيب دي شورت تيرم ريجوليشنز، انه شورت تيرم انهيبيتورز اللي هي الجي اي تي ريسبتورز والهرمونز، الاول ما اكلنا يحصل ستريتش في المعده وستريتش في الانتستين، عند ديجري اوف ستريتش معينه يبدا الهايبوثالاموس انهيبيت الفود انتيك وستيموليت طبعا الساتايتي سنتر. طيب المعده فضيت هيطلع منها الجريلين فيبدا استيموليت الفود انتيك، او انه يطلع من الهايبوثالاموس نفسه من الاركوت نيوكلياي النيوروبيبتايد واي، وده ماده بتزود فود انتيك. اما اللونج تيرم بين الوجبه والاخرى كل دي مواد انهيبيتورز، سواء ميتابوليك فاكتورز زي بلاد جلوكوز ليفل والفاتي اسيد والامينو اسيد ليفلز. طول ما الدم متوفر فيه جلوكوز، طول ما الدم متوفر فيه فاتي اسيدز وامينو اسيدز، فالهايبوثالاموس بيحس بده وبيقول لا كده خلاص مش محتاجين ناكل. لولا يبدا ينخفض مستوى السكر في الدم، ينخفض مستوى الفاتي اسيدز، يبدا يدي احساس بالجوع عشان ناكل للوجبه الثانيه. كذلك هرمونز الانسولين، طول ما في انسولين في الدم فده دلاله على وجود جلوكوز في الدم، لان المحفز لافراز الانسولين هو الجلوكوز. فطول ما الانسولين عالي في الدم يبقى اكيد السكر عالي في الدم، فالانسولين انهبت الفود انتيك. الليبتين وده احد الهرمونز الهامه جدا جدا، هرمون بيطلع من الاديبوس تيشو
وسبرس الفود انتيك، وده في محاولة انه لو الانسان اكل اكل زيادة عن اللزوم واضطر الجسم يخزن الاكل ده على هيئة ليبيد، على هيئة دهون، هتبدأ الدهون اتسلف تفرز الليبتين اللي هتطلب من الهايبوثالاموس ما ياكلش لغاية ما يتم التخلص من الدهون دي. واهمية الليبتين ان هو فكروا فيه في موضوع الاوبيزيتي، طيب يبقى اذا ده هرمون بيحمي الناس انها تخش في اوبيزيتي، طب احنا شايفين العكس، ليه الشخص الاوبيز اللي مليان اديبوز تيشو عنده شراهة في الاكل وبيحب الاكل؟ هل مفيش ليبتين بيطلع؟ هل في مشكلة في افراز الليبتين؟ اتضح الليبتين عالي لان اديبوز تيشو عنده عالي، فاكتشفوا ان هو شبه مرض السكر كده، ان في ليبتين ريزيستنس، ان الهايبوثالاموس مش حاسس بالليبتين فمعتبر ان مفيش اديبوز تيشو. فاذا الليبتين هرمون مهم في تنظيم الفود انتيك وتنظيم البودي ويت. يبقى اتكلمنا على شورت تيرم ريجوليشن بالجي اي تي ريسبتورز في البكال كافيتي والاسوفيجاس والستومك والانتستين، والجي اي تي هرمونز الجريلين بيزود فود انتيك طالع من الاستومك اثناء الفاستنج، وهرمونات اخرى طالعه من الدودينام زي السي سي كي والبيبتايد واي واي، ودول ديكريز الفود انتيك، والبيبتايد واي واي بيشتغل فتره اطول من السي سي كي. اتكلمنا على لونج تيرم ريجوليشن، مستوى السكر في الدم ومستوى الامينو اسيدز في الدم والفاتي اسيد، دول ديكريز الفود انتيك، وقلنا كل اللونج تيرم كلهم انهيبيتورز، وهرمونز زي الليبتين والانسولين والكالسيتونين ايضا هيقلل الفود انتيك، والجلوكاجون، جلوكاجون عكس الانسولين يزود فود انتيك. طيب ان دايابيتكس ليه مريض السكر اللي عنده السكر عالي، واحنا اتفقنا ان السكر عالي في الدم يبقى يدي احساس بالشبع، لكن ليه مريض السكر اللي السكر عنده عالي عنده هايبرفاجيا وبياكل باستمرار؟ ده برضو لان الساتايتي سنتر في الهايبوثالاموس المختص بالاحساس بالشبع بيحصل على الجلوكوز من الدم بالانسولين. احنا عارفين المخ عموما بيحصل على الجلوكوز بتاعه من الدم اندبندنت عن الانسولين الا الساتايتي سنتر، محتاج انسولين عشان ياخد الجلوكوز من الدم. وبما ان الشخص ده عنده مشكلة في استخدام الانسولين او حساسية التيشوز للانسولين ضعفت، فرغم ان السكر عالي في الدم لكن الساتايتي سنتر مش عارف يحصل على الجلوكوز بسبب الانسولين ريزيستنس، فهو معتبر ان مفيش جلوكوز في الدم. من ضمن الفاكتورز الاخرى الثيرموريسبتورز اللي في الهايبوثالاموس، لما تحس ان في كولد في كولد ويذر يبقى انا اكيد محتاج لهيت برودكشن، فتزود معانا فود انتيك عشان تزود معانا هيت برودكشن. اما في الهوت ويذر فلا، تدي احساس بالشبع بحيث ان الاكل اللي كان بيزود معانا ميتابوليزم ويزود الحراره، فلا طالما الجو اصلا فيه حراره فيبدا استيموليت الساتايت سنتر بحيث ما يكونش فيه رغبه في الاكل. سايكولوجيكال فاكتورز، امور نفسيه، ممكن بعض الناس تختلف من شخص لاخر، واحد لما يكون ديبريست محبط ياكل اكتر من اللازم، وفي واحد العكس يكون محبط ما ياكلش، وفي اللي يكون فرحان فيبدا يكافئ نفسه انه ياكل، وفي اللي هو من الفرحه بينسى الاكل. فسايكولوجيكال فاكتورز بتؤثر برضو على الفود انتيك، وطبعا في ناس فرحان او محبط على طول بياكل. دراجز الامفيتامين، امفيتامين ايضا ديبريس الفود انتيك، يبقى امفيتامين عدى معانا في الميتابوليزم انه بيزود معدل الميتابوليزم، وعلى الفود انتيك يقلل الفود انتيك، فكان يعني يعتبر مثالي في علاج الاوبيزيتي، يدي احساس بالشبع وكمان بيزود معدل الميتابوليزم، لكن عرفنا مشكلته انه بيعمل ادمان واتمنع استخدامه. بعد كده نتعرف على الاوبيزيتي او بعض الديس اوردرز الخاصه بالفود انتيك. معانا الاوبيزيتي ومعانا حاجه اسمها انوركسيا نيرفوزا. الاوبيزيتي في تعريفها هي ديبوزيشن اوف اكسسيف اماونت من الفات في الاستورج ارياز اوف ذا بودي. يعني الاوبيزيتي مش مجرد زياده في البادي ويت، لا، الاوبيزيتي هي زياده في الفات كونتنت. زي ما هنشوف انه النورمال فات كونتنت في الفيميل حوالي 35%، اما الميل حوالي 25% من وزنه فات. فلما ناخد امثله مثلا لاعب كمال اجسام زي بيجرامي مثلا،
طوله 178 سنتي، وزنه 130 كيلو، يبقى هو وزنه بالنسبة لطوله يعتبر أوبيز، لكن لا ينطبق عليه تعريف الأوبيزيتي، لأن الزيادة في الوزن اللي فيه عبارة عن ماسلز، ما هياش فات ديبوزيشن، فإذا ما هوش أوبيز. كذلك مثلا روبرت وادلو، ده يعني أطول شخص معروف في العصر الحديث، طوله وصل ل 272 سنتي، ووزنه وصل في بعض الأحيان إلى 223 كيلو، فبرضه يعني وزن عالي لكن لا يعتبر أوبيز، لأن الزيادة في الوزن برضه عبارة عن طول مع زيادة في الـ إيه في الـ في الـ في السايز بتاع التيشوز والماسل بالك بتزيد، لكن ما هوش زيادة في الفات كونتنت. يبقى تعريف الأوبيزيتي هو ديبوزيشن أوف إكسسيف أماونت أوف فات في الستورج أريز أوف ذا بودي. الفات داخل الجسم ليه وظائف، فإذا وجوده مهم. من وظائف الفات ان هو اللي مدي شكل للجسم الخارجي، حتى مثلا في كمال الاجسام هو بيحاول يصل الى اقل نسبه فات ممكنه، وبينزل كمان بالفات لاقل من النورمال عشان يظهر العضلات اللي تحته، فاحنا بيغلف العضلات بيغلفها فات عشان يدي شكل السموث سيرفيس بتاع السكن، ده الفات اللي تحت الجلد هو اللي بيدي الشكل. لكن في فات حوالين الامبورتنت اورجانز زي الكدني، في حواليها البيريرينال باد اوف فات، برضو ورا العين في ريترو اوربيتال فات، فالفات ده محطوط حوالين الكدني وورا العين للبروتكشن بتاع الفيسرا دي من التروما، عشان الخبطه لو اتخبطت يعني جت اصابه كده على الكدني ما يجيش في الكدني اتسلف، يمتص الصدمه دي الفات اللي حواليها، او لو حصل اصابة في العين برضو الفات اللي ورا العين يمتص الصدمة دي، في كذا بروتكشن كمان للعين مش بس الفات اللي وراه. الفات يعمل كأنسيوليتور، كعازل حراري بيحبس الحرارة داخل الجسم، فالفات كونتنت ان فيميلز بيبقى اعلى، فقدرة الفيميلز على الاحتفاظ بالحرارة اعلى من الميل، فبالتالي الفيميل ليهم تحمل اكتر في الاكسبوجر للكولد ويزر. من وظائف الفات، ودي يمكن وظيفه اساسيه ليه، ان هو انرجي ريزيرف، بحيث انه لو الجلوكوز خلص من الدم هلجأ بعد كده الى الجلايكوجين المختزن في الكبد، ولو خلص جلايكوجين في الكبد هيبقى معايا مصدر اخر اسحب منه الطاقه من الفات المختزن في الستورج ارياز. من الوظائف الحديثة المكتشفة للفات ان ليه كمان اندوكراين فانكشن، انه مش مجرد انرجي ريزيرف، لا ده كمان بيفرز هرمونز. اتكلمنا من شوية على الليبتين ودوره في تنظيم الفود انتيك وتنظيم البادي ويت، وفي هرمونات اخرى زي الاديبونيكتين وزي الريزستين واذر هرمونز، واللي ليهم علاقة بتظبيط مستوى السكر في الدم، واللي حصل بها ربط ما بين حدوث الدايابيتس ميليتس في مرضى الاوبيزيتي، لان الاوبيزيتي تعتبر حاليا كمرض. ازاي تتشخص الاوبيزيتي؟ حسب الفات كونتنت. تخطى الفات كونتنت ان ميل ال 25% او في الفيميل 35% ده يعتبر اوبيزيتي. طب هيتشخص ازاي؟ اللي عرفني ان الفات كونتنت في النورمال ولا اعلى من النورمال، دي بنحسبها من خلال ما يسمى البودي ماس اندكس. بودي ماس اندكس بيساوي الويت ان كيلوغرام، هنقسمه على اللينس بالمتر تربيع، يعني واحد وزنه 70 كيلو وطوله 170 سنتي، هيبقى الوزن بالكيلو يبقى 70 كيلو، على اللينس بالمتر بدل 170 سنتي يبقى 1.7 متر مربع، ناخد تربيع تمام، يبقى 1.7 أس 2. لو طلع الرقم بعد ما حسبنا البودي ماس اندكس طلع لي الرقم اقل من 18.5، حاول ده اندر ويت وزنه اقل من الطبيعي، طلع من 18.5 الى اقل من 25 حاول ده نورمال بودي ماس اندكس، طلع من 25 الى اقل من 30 فده اوفر ويت، لا عدى 30 او اعلى ده اوبيز، وحتى الاوبيزيتي ليها برضو ديجريز، في اللي هو الستيج 1 في الاوبيزيتي اللي هو فوق ال 30 35، من بعد ال 35
بيسموها اكستريم اوبيزيتي، وبعد الأربعين كمان بيسموها موربيد اوبيزيتي. انواع الاوبيزيتي، في نوع الهايبر بلاستيك تايب والنوع الثاني الهايبرتروفيك تايب. الهايبر بلاستيك تايب، كلمه هايبر بليزيا تعني زياده في عدد الخلايا، لانه مشهور ان الاديبوسايتس بتنقسم مينلي في تشايلدهود، يعني كان يقال انها لا تنقسم اصلا بعد البيوبرتي، لكن اتضح ان لا لها قدره على الانقسام برضو افتر بيوبرتي، لكن في الاساس هي بتنقسم اثناء التشايلدهود. فالاوبيزيتي في الاطفال والاكسسيف انتيك اوف كربوهيدرات او فات في الاطفال، فالجسم عايز يخزن الفات ده، فبتنقسم الخلايا وبيزيد عدد الخلايا فيحصل الاوبيزيتي. وطالما الخلايا عددها زاد قابلة بعد كده كمان تزيد في الحجم، وده مشكلة الاوبيزيتي في الاطفال، انه حتى لو هنعالج الاوبيزيتي وهنخفف الفات كونتنت داخل الخلايا، لكن ما زال العدد عالي. غير الاوبيزيتي اللي بتحصل في الكبار اللي هي الهايبرتروفيك تايب، ان هي عدد الخلايا طبيعي لكن مليانة بالفات، مجرد يعمل دايت يعمل اكسرسايز ونقلل كمية الفات داخل الخلايا يعود لوزنه الطبيعي. فالهايبرتروفيك تايب زيادة في حجم الاديبوسايتس وليس في عددها غالبا، لكن زي ما عرفنا انه ايضا الهايبر بلاستيك تايب قد يحدث في الكبار، لكنه اشهر مع الاطفال، وهو طبعا النوع الاخطر الهايبر بلاستيك تايب. اسباب الاوبيزيتي، احنا المفروض يكون في بالانس ما بين انرجي انتيك وانرجي اوتبوت، كمية الاكل اللي بناكلها اللي هو الانرجي انبوت، والمجهود المبذول وهو الانرجي اوتبوت. فلو حصل امبالانس، زيادة في الانرجي انتيك، مثالها مع الهايبرفيجيا، واحد بياكل اكتر من اللازم اكتر من احتياجه، يبقى وزنه هيزيد. او بياكل الاكل المعتاد لكن سيدنتري لايف ستايل، ما بيتحركش، يعني مش بينزل على سلم، بينزل باسانسير، قدام الاسانسير بعد كده في العربيه بتاعته، يطلع شغله برضه باسانسير، شغله كله على مكتب، مفيش حركه. وفي اثناء وجوده في المكتب بياكل، في يبقى في هايبرفيجيا مع سيدنتري لايف ستايل، الاثنين دول مع بعض يعتبروا السبب الاشهر للاوبيزيتي. لكن في اسباب اخرى اندوكراينال، الهايبوثايروديزم، يقل نشاط الخلايا، يقل الميتابوليزم، يقل الانرجي برودكشن، ويعني ياكل ويخزن المواد دي ما يعملش ميتابوليزم، فيرتفع وزن الجسم مع الهايبوثايروديزم او بنسميها النيكزيديما. الهايبر انسولينيزم، زاد الانسولين، لان الانسولين لايبوجينيك بيبني فات، فلو زاد الانسولين الفات كونتنت هيزيد. الكاشنج سيندروم، وهي زياده في افراز الكورتيزول، كورتيزول بيعمل فات ديبوزيشن في اماكن معينه في الترانك تحديدا، فيعمل ترانكال اوبيزيتي مع سولت ووتر ريتينشن. فالزياده في الوزن مع الكاشنج سيندروم، يعني في الاكثر انها عباره عن ميه محبوسه داخل الجسم اكثر من انها فات. الفرولش سيندروم او الاديبوزو جينيتال سيندروم، وده هايبوثلاميك ديزيز، بيحصل فيه هايبرفيجيا فبيحصل فيه اوبيزيتي. السايكوجينيك اوبيزيتي، زي ما اخذنا مع الفاكتورز افكتنج فود انتيك، ان بعض الامور النفسيه ممكن تؤدي للهايبرفيجيا وممكن تؤدي للعكس. فبعض الناس ممكن سبب الاوبيزيتي انه عنده مشاكل نفسيه، سواء حزن، سواء خوف، سواء يعني واحد اقتربت معاد الامتحانات فتوتره قبل الامتحانات بيخليه ياكل كميات اكبر. في بالفعل ايام الامتحانات بنلاحظ الناس وزنها زاد لانه بيذاكر، فسيدنتري لايف ستايل، ما بيتحركش من مكانه، ما بيطلعش بره البيت، مع هايبرفيجيا. جينيتك اوبيزيتي، يا اما ابنورماليتي في بعض الجينز الخاصه بالفيدنج فيحصل عنده ايضا هايبرفيجيا، او في الريسبتورز او في الترانسميترز الخاصه بالكنترول اوف فود انتيك. مشاكل الاوبيزيتي، في مشاكل مترتبه عليها كومبليكيشنز. الاوبيزيتي مشهور بيحصل معاها كارديوفاسكولار ديسوردرز زي الهايبرتنشن، ضغط الدم بيزيد في الناس الاوبيز، لان في علاقه بين البودي بيلت وضغط الدم، كل ما البودي بيلت بيزيد كل ما ضغط الدم بيزيد. فهنا ضغط الدم عالي مع اوبيزيتي، والاوبيزيتي بتخلي في دهون عاليه في الدم. الهايبرليبيديميا
مع الهايبرتنشن الاثنين بيروحوا عاملين اثيروسكلروزس، تصلب في الشرايين. تصلب الشرايين بيريديسبوز ان يحصل جلطات، يحصل مايوكارديال انفاركشن على مستوى الهارت، او يحصل ستروك جلطات في المخ. الاوبيزيتي عرفنا ان الاديبوس تيشو بيفرز هرمونات منها ريزيستين هرمون، ودي هرمونات ممكن ليها دور على مرض السكر، فممكن وارد يحصل مع الاوبيزيتي دايابيتس ميليتس، يحصل له سكر. 90% من مرضى السكر هو التايب 2، والتايب 2 ده اسوشيتد مع اوبيزيتي، ويترتب على الاوبيزيتي مشاكل الاوبيزيتي فيما بعد من نيفروباثي، تبوظ الكليه ويحصل لنا الفيلير، نيوروباثي الاعصاب تتاثر، سنسوري موتور يحصل بريفرال نيورايتس. اشهر الاسباب للبريفرال نيورايتس هو الدايابيتس ميليتس. امبيرمنت اوف ووند هيلينج، ده من كومبليكيشن اوف دايابيتس، ان لو اتعور الجرح ما بيلمش بسهوله وعرضه للانفكشنز. ريتينوباثي، الريتنا كمان تبوظ وممكن يحصل له بلايندنس، يعمى بسبب الدايابيتس. الاوبيزيتي بتزود الريسك لبعض انواع الكانسر، وبعد كده الكانسر ممكن ينتشر من خلال الانفيجن للتيشوز اللي حواليه، او ينتشر بالليمفاتكس، او ينتشر من خلال البلد ويتزرع في اماكن اخرى. الاوبيزيتي ممكن تعمل انسولين ريزيستنس اللي يعمل دايابيتس. الاوبيزيتي بتزود الحمل على الجوينتس، فتبدا المفاصل خصوصا عند الركبه تبدا الغضاريف تحتك ببعض وتتاكل، ويحصل اوستيوارثرايتس، يحصل خشونه في المفاصل. يحصل ريسبيراتوري بروبلمز، ان كميه الدهون اللي على الشست عاليه، فحركه التنفس فيها صعوبه. كميه الدهون اللي في الابدومين عاليه وضغط على الديافراجم، فبرضه نفسه مش مرتاح. ممكن اثناء النوم كمان يحصل اوبستراكشن في الايرويز، وموضوع السنورينج او الشخير اثناء النوم، كل ده كومن مع الاوبيزيتي بالمشاكل بتاعتها. تريتمنت بتاع الاوبيزيتي حسب احنا وصلنا لفين في البودي ماس اندكس. فلو كان يا دوب تخطى النورمال، بدا من 25 او اعلى من 25، يعني في مرحله انه اوفر ويت، ما دخلش في ارقام انه اصبح اوبيز، هنا مجرد لايف ستايل موديفيكيشن، اطلب منه يظبط اكله شويه، يزود الفيزيكال اكتيفيتي. احنا بنحسب له كميه الطاقه اللازمه للحفاظ على بيزا ميتابوليك ريت، ليها معادله معينه كده بيتحسب، واقول هو محتاج مثلا في اليوم وليكن 1800 كالوري لاداء الاسينشال بودي اكتيفيتيز، وبضيف له عليهم حوالي 500 كالوري عشان يؤدي الاوردينري اكتيفيتيز اليوميه اللي بيعملها، يروح شغله وهيرجع من شغله، هيقضي مصالح بيت زي كده. يبقى مثلا كان محتاج للبيزا ميتابوليك ريت 1800 كالوري، وعلى فكره اغلب الطاقه اللي عايزينها يوميا هي للبيزا ميتابوليك ريت، يعني هو لو عايز في اليوم 2200 كالوري لاداء كل الاكتيفيتيز، منهم حوالي 1800 للبيزا ميتابوليك ريت، و500 فقط لاداء كل الايه الاكتيفيتيز الاخرى. طيب حسبنا له ان هو محتاج حوالي 1200 كالوري، لو اديته دول وزنه هيثبت، فعشان يخس لازم حديله اقل من الايه من اللي يثبت له الوزن بتاعه. وبرضو انه مجرد ان انا اقلل عدد الكالوريز اللي في الاكل، هيبدا الجسم هو كمان يقلل الاكتيفيتي، ويبدا الوزن بعد ما كان بينزل هيبدا يثبت مره تانية، لانه هيبدا الجسم يقلل معدل ميتابوليزم، فليه لا، لازم ازود معاها كمان الفيزيكال اكتيفيتي. يبقى حاطه منه يعمل نظام غذائي مع اكسرسايزز، ولو انه يتمشى يوميا نص ساعه. طيب ده هينفع مع الناس اللي هي بودي ماس اندكس اعلى من 25 لكنه اقل من 30، يعني ما دخلش في مشاكل الاوبيزيتي. طيب لو تخطى ال 30 يعني اصبح اوبيز بالفعل، او تخطى ال 27 بس ظهر معاه بعض الكومبليكيشنز بتاعت الاوبيزيتي، هنا مش هينفع لوحده لايف ستايل موديفيكيشن، لازم هندخل معاه بفارماكوثيرابي، هياخد ادويه. يمكن ذكرنا دواء زي الامفيتامين وان كان بطل استخدامه، يعني ادويه مشابهه اللي هي بتزود معدل ميتابوليزم وتقلل الشهيه للاكل، او في دراج زي الاورليستات وده بيقلل الفات ابزوربشن من الجي اي تي، او استخدمه فتره برضو الثيروكسين على اعتبار الثيروكسين بيزود الميتابوليزم واستهلاك الدهون. اما لو كان تخطى البودي ماس اندكس ال 40، يعني دخل في موربيد اوبيزيتي، او تخطى ال 35 ومعاه مشاكل ظهرت من الاوبيزيتي، هنا هيكون الحل بتاعه لازم سيرجري، ومش هينفع معاه مجرد لايف ستايل موديفيكيشن او الفارماكوثيرابي،
هيكون السيرجري هي الحل الامثل، سواء الباي باس اوبريشنز او انه يعمل بالون دايلاتيشن داخل الاستومك، او لايبوساكشن انه يعمل اي شفط لدهون وما شابهها من العمليات الخاصه بالاوبيزيتي. العكس بالظبط، حاله اسمها الانوركسيا نيرفوزا. انوركسيا نيرفوزا ايتينج ديس اوردر، وهو بيصيب الميل والفيميلز لكنه اكتر مع الفيميلز. بتبقى حاجه سايكولوجيكال بروبلم، ان واحده حاسه انها يعني عندها احساس دايما ان وزنها زايد، وعندها يعني وسواس في موضوع الوزن وانها عايزه تخس باي شكل لغايه ما بتفقد الشهيه للاكل. كلمه انوركسيا فقدان شهيه، لدرجه بتتحول الى ما يشبه الهيكل العظمي، وبرضه حاسه ان وزنها عالي، لغايه ما بيحصل ديستورتد بودي ايمج، يتشوه الشكل من كتر اللوس اوف ويت، لدرجه انها كل اولا بتكره الاكل، ولو اكلت بتبقى خايفه ان الاكل ده يزودها في الوزن فبتعمل فوميتنج، او بتستخدم لاكسيتيفز ملينات عشان تزود الايه، او تعمل زي ما يشبه الاسهال للتخلص من الاكل اللي اكلته.